بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا اتفقنا دلوقتي هنتكلم على الايمجينج اوف سيريبروفاسكولار ستروك باي سي تي اند باي ام ار اي، وقلنا ان احنا هنتعرض للاكسبريشنز اللي احنا بنستخدمها في الكلينيكال براكتس. يعني ايه هايبو دنس ليجن، يعني ايه هايبر دنس ليجن، يعني ايه ايزو دنس ليجن. وقلنا ان الهايبو دنس ليجن هو الليجن اللي الدنسيتي بتاعته اقل من البرين، الهايبر دنس ليجن هو الدنسيتي بتاعته اكبر من البرين، والايزو دنس ليجن هو اللي الدنسيتي بتاعته شبه البرين. انا اي نو ذا اكزيستنس اوف ذا ليجن باي اتس ماس افكت اون ذا فنتريكل اند اون ذا كورتيكال سيل سايد. then according to the Hounsfield unit اللي هي وحدات قياس الاتنيويشن فاليو في السي تي اللي متسميه باسم الراجل اللي اخترع السي تي اللي هو الهاونس فيلد، والنورمال برين تيشو بيقرا من 30 ل 40 هاونس فيلد يونت، واقل من كده بيطلع لونه هايبو دنس تو ذا برين زي السي اس اف والبرين ايديما والانفاركشن والسيست والفات والاير، كل دولت بيطلعوا لونهم اسود ريلاتيف تو ذا برين بارينكيما زي السيست ده وزي الانفاركشن ده وزي بعض التيومرز بتطلع كده. بس احنا وي كان ديسكريمينيت ذا تيومر من السيست ومن الانفاركشن باي دي انجكشن اوف كونتراست ماتيريال. Then these are برضو different examples للسيست والانفاركشن والسيست والبرين إديما حوالين التيومرز، وبعض التيومرز اللي هي بتبقى لونها اسود. لان الحاجات اللي بتبقى لونها ابيض تو ذا برين بارينكيما اشهر حاجتين على الاطلاق هما ذا هيمرج، بس لازم يكون الهيمرج ريسنت يعني يكون لسه حاصل، والكالسيوم اللي هو زي ده كده. وهنعرف طبعا ازاي نفرق ما بين الاثنين، ودايما كلكم بتسمعوني ان انا بصر جامد جدا على الكلينيكال بيكتشر، علشان احنا كدكاترة اشعة عندنا دايما عقدة ان معظم الناس بتعتبرنا مصورتية، يعني ملناش دعوة بالكلينيكال ولا لينا دعوة المريض بيشتكي بايه ولا لينا دعوة كده، احنا بس نقول نبص على الفيلم ونقول ايه التشخيص. بس احنا جماعة we are physicians we are clinicians we are sharing in the management of the patient، ولو انت عاوز تاخد من دكتور الاشعة فايدة كويسة اديله clinical data وهو هيدي لك ريلايبل دايجنوز. لكن لما تحدف وشه الريكوست وتقول له اعمل لنا سي تي برين يقول لك العيان بيشتكي من ايه ومالكش دعوه، والطريقه اللي هي احنا عندنا بنعمل فيها كده ده بيطلع نتيجه سيئه جدا في التشخيص. فاكيد اكيد كل الناس الجماعه بتوع النيورولوجي دلوقتي عارفين ان العيان اللي عنده هيمرج غير العيان عنده كالسيوم ان ذا برين، انا عنده كالسيوم من دبرين ممكن ما يكونش حاسس بيه ماشي عادي جدا مشتكي من ما بيشتكيش من اي حاجه، من عنده هيمرج ديفينتلي لازم يكون بيشتكي. بعد كده سمعتوني بجيب سيره الماس افكت. يعني ايه ماس افكت؟ يعني في حاجه اضافت على الانتراكرينيال كونتنس وبالتالي عملت كومبريشن على الفنتريكل ودته الناحيه الثانيه اكروس ذا ميد لاين. الماس افكت هو عباره عن the result of the lesion size والنوع بتاعه، يعني الانفاركشن مش هيعمل ماس افكت زي التيومر، والإديمة اللي حواليه كل لما كانت البرين إديمة كتيرة كل لما انت يو اكسبكت ماس افكت اكبر. فأول نوع من الماس افكت ان الكورتيكال سلساي بتتمسح، يعني لو احنا بس البروجيكتور مساعدنا شوية ان you see on the healthy side الكورتيكال سلساي موجود، on the opposite side you don't see the cortical sulci and this is the first effect. يعني اضعف حاجة انك تلاقي الكورتيكال سلساي مش باينة، يبقى فيه هنا حاجة عاملة ماس افكت. بعد كده تلاقي الفنتركل بقى compressed، بعد كده تلاقيه راح الناحية التانية across the midline، يبقى compression of the ventricle وبعدين midline shift، فتلاقي الكورتيكال سلساي مش موجودة، الفنتركل اللي كان موجود هنا بقى compressed وراح الناحية التانية. دولت التلات الثلاثة appearances بتوع الماس افكت. الخط دوت بيوري لك الميد لاين فين، والفنتركل المفروض اللي هو هنا ده المفروض يكون هنا، يبقى معنى كده ان هو is compressed and shifted across the midline. البرين تيومرز وبعض الانفلاماتوري ليجنز بتبقى وكذلك الاكيوت انفاركشن والحاجات دي بتبقى surrounded by brain edema.
والبرين إديما زي ما احنا اتفقنا لونها اسود في الستين، وهي في منها كذا نوع، في حاجة اسمها سايتوتوكسيك إديما اللي هي بتبقى حوالين الهيمورج والإسكيمي، وفي حاجة اسمها فازوجينيك إديما اللي هي بتبقى حوالين التيومرز وحوالين الانفلاماتوري ليجن، وفي حاجة اسمها بيري فنتريكولار إديما اللي هي سي اس اف بيتكون جوه الفنتريكلز ومش لاقي اي صرفه، فبيضطر يخرج في الاتجاه العكسي من الفنتريكولار وول، وديت احنا بنسميها ريتروجريد ترانسبندايمال سي اس اف برميش. هم دول الثلاث انواع من الإديما. الفازوجينيك إديما بتبقى عامله زي الشجره بيسموها فينجر لايك، فتلاقي حوالين التيومر فينجر لايك كده، حاجات طالعه 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 كده. اند ذيس فازوجينيك إديما بتتقسم الى ثلاثه جريدز، جريد 1 شويه اديما صغيرين، جريد 2 اكبر شويه، جريد 3 اديما فظيعه جدا. فالجريد 1 احنا بنعتبر اللي هو الاديما اللي حوالين الليجن في حدود 2 سم من التيومر نفسه او من الليجن اللي احنا شايفينه. 2 سم مش بالمسطره بتاعتنا، بمقاس السي تي. يبقى الفينجر لايك او السواده اللي حوالين الليجن اقل من 2 سم حواليه يبقى ده اسمه جريد 1. اكتر من 2 سم واقل من نص السريبرال هيمسفير اللي الليجن فيها يبقى ده جريد 2، اكتر من نص السريبرال هيمسفير يبقى دي اديما فظيعه اللي هي جريد 3. الجريدز بتتناسب مع الاجريسفنس اوف ذا ليجن، يعني الليجن لما يبقى هايلي مالجنانت يبقى حواليه جريد اديما عالي زي الجلايبلاستوما مالتي فورم وزي الميتاستاسيس، او بعض الانفلاماتوري كونديشنز زي الابسيسيز والحاجات اللي زي كده ممكن يكون حواليه اديما كتير. وكل ما كانت الإديمة قليلة كل لما الجريد اوف ذا تيومر يكون ناحية الايه؟ ناحية الأقل. احنا زي ما احنا اتفقنا واتكلم على ده بالتفصيل بعد كده لما نيجي نشخص او نفرق ما بين انفلاميشن وتيومر، وفي بعض الحالات الاسكيميا اللي هي بيبقى بتلخفن علينا فيها الكلينيكال داتا وكده بنضطر نحقن صبغة. فلو حقنت صبغة فانت عندك مسلك من ثلاث من مسلك من مسلكين، ان هما انك انت يا اما الليجن ما ياخدش صبغه خالص يفضل اسود زي ما هو دوت اسمه نو انهانسمنت، يا اما الليجن ياخد الصبغه فبيبقى اسمه انهانسمنت. ولو خد الصبغه هياخدها بطريقه من اربعه، يا اما يبقى كل الليجن من اوله لاخره ابيض ده اسمه هوموجينس انهانسمنت، يا اما حتت تبيض وحتت تسود تفضل سودة فبيبقى اسمه هيتروجينس انهانسمنت، يا اما الحرف بتاع الليجن يبقى انهانسد فبيسموها مارجنال او رينج انهانسمنت، يا اما يحصل خطوط 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 كده وديت بيسموها سيربيجنس انهانسمنت، ودي تكاد تكون باتابنومونيك للارتيريو فينس مالفورميشن او الاي في ام انتركرين. فبيزد على الباترن اوف انهانسمنت بنقدر نفرق، هنقول ده هوموجينس يبقى يا اما كذا يا اما كذا، ده هيتروجينس يبقى يا اما كذا يا اما كذا. نيجي الكلام بقى دلوقتي على الانتراكرينيال هيمرج اللي احنا مش هنستخدم فيه صبغه خالص، لكن الصبغه دي هنستخدمها لما نيجي نفرق ما بين التيومرز وبقيه الحاجات التانية. الرسمه اللي انا عاملها ديت هي اللي بتبين الاماكن اللي ممكن الهيمرج يبقى موجود فيها. فلو احنا بصينا كده الاسود ده هو السكال، والازرق ده هو الديورا، والاحمر ده هو الاراكنويد ميمبرين، والاخضر ده هو البي ماتر لازقه في السيرفيس اوف ذا برين في الكورتكس اوف ذا برين. يبقى احنا دلوقتي عندنا الاماكن اللي ممكن الهيمورج يطلع فيها. نمره واحد ما بين العظم وما بين الديوره فبنسميه ابيديورال هيمورج، تحت الديوره فبنسميه سب ديورال هيمورج، تحت الاراكنويد فبنسميه سب اراكنويد هيمورج، جوه البرين تيشو فبنسميه انترا سريبرال، جوه الفنتريكل فبنسميه انترا فنتريكل. هم دولت الاماكن اللي ممكن الهيمورج يبقى موجود فيها. ده لازم نبقى عارفين في السي تي والكلام دوت على السي تي ان الهيمورج الاكيوت اللي هو لسه حاصل دلوقتي هيبقى لونه ابيض في السي تي زي ما اتفقنا، وكل لما يفوت عليه وقت هيبتدي يسود. فالهيمورج الاكيوت هيبقى لونه ابيض، والهيمرج الكرونيك هيبقى لونه اسود، والهيمرج الساب اكيوت هيبقى شبه البرين. تمام؟ يبقى الاكيوت بلاد هيبقى هايبر دنس، والكرونيك بلاد هيبقى هايبو دنس، والساب اكيوت بلاد هيبقى في النص هيبقى ايزو دنس. طيب
لما نيجي نبص على البرين كده and you see according to the anatomy these are the ventricles وبعدين cortical sulci كل دوت في CSF and you know the CSF is in the subarachnoid space صح كده؟ يبقى لما تعمل CT وتلاقي CSF بقى أبيض يبقى معنى كده في hemorrhage في subarachnoid space يبقى ده subarachnoid hemorrhage and this is an easy diagnosis في CT أسهل واحد فيهم على الإطلاق انك انت تعمل سي تي برين فتلاقي السي اس اف بدل ما بقى اسود بقى ابيض سواء كان السي اس اف دوت موجود موجود في الـ في الـ في الكورتيكال سالساي والسيلفيان فيشرز وكده او موجود جوه الفنتري ده او ده هتلاقي السي اس اف ابيض فيبقى كون ان السي اس اف ابيض يبقى يو ار ديلينج ويز ايه سبارجنويد هيمرج طيب لو انت عملت سي تي ولقيت الهيمرج كده كده يعني عامل ازاي في حاجتين نمرة واحد ان هو لازق في الجمجمة يعني لازق في العظم نمرة اتنين ماشي بحذاء العظم دول تو كريتيريا لازق في العظم وبعدين ماشي بحذاء العظم كون ان الهيمورج كده ده يساوي ان الهيمورج ده بره البرين بره البرين يعني فين يعني يا اما ابيديورال يا اما سب ديورال خلاص طب امال سب اركنويد اللي هو اللي هناك ده اللي هو هيمورج مع السي اس اف خلاص كده يبقى انا لو لقيت هيمرج لازق في عظم الجمجمه وماشي بحيث عظم الجمجمه فالهيمرج ده يا اما في السب ديورال سبيس يا اما في الابيديورال سبيس طيب لما ابص على حاله زي كده والاقي في هيمرج هنا كده وبعدين في هيمرج ماشي مع السي اس اف وهيمرج ماشي مع السي اس اف وهيمرج جوه الفنتركل يبقى العيان ده عنده هيمرج ماشي مع السي اس اف يبقى عنده سب اركنويد هيمرج لكن عنده بحيرة دم كده جوه البرين جوه البرين يعني انتروسيريبرال هيماتوم انتوا عارفين طبعا ان اشهر سبب للسب اركنويد هيمرج هو رابشر اوف ان انتركرينيال انيوريزم اول ما الانيوريزم ينفجر يعمل بحيرة دم حواليه وبعد كده يبتدي يمشي مع الايه مع السي اس اف فوجود البحيرة الدم ديت هي اللي بتقول لي ان الانيوريزم غالبا في الحته دي اللي هي بتاعه الانتيرير كوميونيكيتنج ارتري وبعد كده الدم بقى ماشي مع سي اس اف ودخل بالاتجاه العكسي مع انسايد ذا فنتريكلز دوت كله تحصيل حاصل. طيب نرجع بقى مرجوعنا للهيمرج اللي ماشي بحذاء الجمجمه. ادي هيمرج ماشي بحذاء الجمجمه وادي هيمرج تاني ماشي بحذاء الجمجمه. لازق في العظم وماشي بحذاء العظم. احنا قلنا يا اما ان هو يكون ابيديورال يا اما ان هو يكون سب ديورال. هاو تو ديفرنشيت لوك تو ذا انر بوردر اوف ذا هيماتوم. If the inner border of the hematoma is convex, then you are dealing with epidural blood. لو كان ال inner border of the hematoma is concave, يعني موازي للجمجمة, يبقى ده هو إيه subdural blood. طيب ليه ال epidural blood بيبقى convex وليه subdural blood بيبقى concave؟ ال epidural blood موجود في مكان ضيق جدا. اللي هو الايه الابيديورال سبيس لان احنا عارفين ان الديوره لازقه قوي 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 في العظم من جوه صح كده فكل لما الهيمورج يجي يكستند فبيمزع الديوره من العظم فعشان يطلع لفوق وينزل لتحت بياخد مجهود جامد قوي لكن عشان يكبر في النص سهل لان هو بيبطط البرين اللي تحتيه والبرين اللي تحتيه از فيري سوفت وبالتالي الهيماتوما بتكبر في النص لكن بتكبر بصعوبه من فوق ومن تحت فتكون النتيجه ان هي الليبتيكال ان شيب فكون ان انا الاقي الهيمرج كده كونفكس من جوه ده يساوي على طول ان انا بتعامل مع ابديورال بلاد اما السب ديورال سبيس واسع جدا السب ديورال سبيس فيري وايد والهيمرج بيمشي بمزاجه ويطلع لفوق ويلف كمان حوالين الجمجمه الناحيه الثانيه كل دوت مفيش اي بريشر عليه وبالتالي الهيمرج بيمشي عادي جدا والانر بوردر بتاعته بتبقى موازيه للجمجمه من جوه. يبقى عشان افرق ما بين الاثنين دولت، الاثنين دولت لازم يكون نزيف والنزيف لازق في الجمجمه وماشي بحذاء عظم الجمجمه. ابص على الانر بوردر اذا كان الانر بوردر كونفكس يبقى ابيديورال بلاد، كونكيف يبقى سب ديورال بلاد. يبقى اذا this is typical epidural hematoma with convex inner margin. السبديورال هيماتوما لما دي نبص عليها ادي هيمرج ماشي بحذاء عظم الجمجمه الانر بوردر بتاعته از كونكيف يبقى ده هو اكيوت سبديورال هيماتوما
الساب ديورال هيماتوما موجوده في مكان كبير، لكن الابيديورال هيماتوما موجوده في مكان صغير. الابيديورال هيماتوما بتعمل سيمتومز جامده جدا كويس، وتدفع المريض ان هو يعمل انفستيجيشن بسرعه. وبالتالي الابيديورال هيماتوما في كل الاحيان او في معظم الاحيان هتلاقيها اكيوت، يعني هتلاقيها بيضه على طول. لكن الساب ديورال هيماتوما موجوده في مكان كبير وما بتعملش سيمتومز الا لما تكون كبيره، وبالتالي ممكن تلاقي الابيديورال هيماتوما ان ذا اكيوت فيز، وممكن تلاقيها ان ذا سب اكيوت فيز، وممكن تلاقيها ان ذا كرونيك فيز. فلو انت بصيت على الهيماتوما دي ولقيتها بيضه كده يبقى ده اكيوت ساب ديورال هيماتوما. لما تكون الهيماتوما تقريبا شبه البرين يبقى ده هو سب اكيوت هيماتوما. لما تكون الهيماتوما سودا عن البرين يبقى احنا دلوقتي بنتعامل مع ايه؟ مع كرونيك سب ديورال هيماتوما. يبقى الابيديورال بلاد في الغالب هيكون ان ذا اكيوت فيز، الا لو كان ابيديورال هيماتوما صغيره جدا والمريض مستحملها. لكن معظم الابيديورال بلاد الكبير المريض ما يقدرش يستحمله، وبالتالي هيروح يعمل سي تي بسرعه، هيكتشف الهيماتوما ويبتدي الايه العلاج. طيب لو احنا بصينا على الرسمه ديت كده، ان يو سي ذس از ذا ديورا اللي هو الخط الازرق اللي انا رسمه ده، ولو افترضنا ان في بلاد في الابيديورال سبيس، والبلاد دوت هيمشي لحد الميد لاين اند ات كان ايزلي كروس ذا ميد لاين عشان ما فيش حاجه واقفه في سكته. لكن السب ديورال بلاد اللي هو تحت الخط الازرق لما يجي ماشي 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 وبعدين هيصطدم هنا بالفالكس فيضطر ينزل فين؟ في الفالكس. خلاص معايا؟ يبقى الابيديورال بلاد كان كروس ذا ميد لاين، لكن السب ديورال بلاد كان نوت كروس ذا ميد لاين. معايا؟ طيب يبقى اذا لو انا جيت بصيت على سي تي برين ولقيت هيماتوما زي دي كده، حد هيقول لي الهيماتوما ديت فين؟ ابيديورال ولا سب ديورال؟ سب ديورال ولا ابيديورال؟ كونفكس مارجن اهي، كونفكس مارجن. ها ايه؟ طيب انا اولا الابيديورال سبيس موجود ما بين ايه وايه؟ ما بين العظم والديوره. طب ما فيش في الجمجمه في النص في عظم صح؟ يبقى ما فيش ابيديورال سبيس في النص. ليه؟ لان الديوره بتاعه الشمال بتتحد مع الديوره اليمين عشان يعملوا الفالكس، ما فيش في نص البرين ابيديورال سبيس. معايا؟ يبقى اذا كل لما تلاقي بلاد في الفالكس تعرف ان هو فين؟ في السب ديورال، لان ما فيش ابيديورال. هتقول لك اصل البتاع كونفكس مش مهم، كونكيف مش مهم، اي منظر، بس المهم بلاد ماشي فين؟ ماشي في ماشي في الفالكس. يبقى البلاد اللي ماشي في الفالكس موجود في السب ديورال سبيس بغض النظر عن شكله، وكذلك البلاد اللي موجود في التنتوريوم نفس الحكايه، هيبقى ان ذا سب ديورال سبيس. طيب تيجي للبلاد اللي هو موجود انسايد ذا برين تيشو اللي هو انترا سيريبرال هيمرج. انترا سيريبرال هيمرج زي ما احنا شايفين كده زي هيمرج ودين ذا برين بارينكيوم، ملوش دعوه بعظم الجمجمه ولا ماشي بحيز عظم الجمجمه ولا حاجه، يبقى ده انترا سيريبرال هيماتوم. طيب افرض الانترا سيريبرال هيماتوما ديت كانت سكندري تو تروما وفراكشر ومش عارف ايه والكلام دوت، يبقى انت يو ار ديلينج ويز برين كونتيوجن. يبقى الهيماتوما اللي هي سكندري تو هايبرتنشن و و وكده اسمها انترا سيريبرال هيماتوما. الهيماتوما اللي هي سكندري تو تروما اند فراكشر اسمها سيريبرال كونتيوجن. اند سيريبرال كونتيوجن شود بي كورتيكال، ولازم يكون ميكستشر من هيموريج اند دامجد برين تيشو، اللي هو هيكون في ارياز لونها اسود وارياز ثانيه لونها ابيض، ده اللي احنا بنسميه برين كونتيوجن. طيب بما ان ديت انتر سيربرال هيماتوما، والانتر سيربرال هيماتوما جنب الفنتركل والفنتركل الوول بتاعه رفيع جدا، يبقى الانتر سيربرال هيموريج ده ممكن يخرم الوول ويدخل جوه الفنتركل فيعمل انترا فنتريكولار بلاد. الانترا فنتريكولار بلاد زي الهيماتوما دي، ادي هيماتوما اهي خرمت الوول اوف ذا فنتريكل وعملت انترا فنتريكولار بلاد. الانترا فنتريكولار بلاد المصدر بتاعه يعني لو في هيموريج انسايد ذا فنتريكل
مصدره حاجه من اثنين، يا اما انتر سيربل هيماتوما دخلت جوه الفنتركل، يا اما سب اركنويد هيمورج دخل في الاتجاه العكسي جوه الفنتركل، صح كده؟ يبقى الانترا فنتريكولار بلاد هيجي من حاجتين، يا انتر سيربل هيماتوما يا اما سب اركنويد هيمورج. الانترا فنتريكولار بلاد في منه نوعين، نوع متعلق في الوول بتاع الفنتركل ده بيسميه سب ايبندايمال هيمورج، اللي هو الهيمورج نوت يت اكستندد انسايد ذا فنتركل، يعني استراكنج ان ذا فنتريكولار وول. والنوع الثاني لما يدخل مع السي اس اف والهيمورج اتقل من السي اس اف فهيروح نازل لتحت اند اوكسيبيتال هورن. فلو انت بصيت هنا هتلاقي فيه هيمورج اند اوكسيبيتال هورن، ده اللي بيسموه سيدمنتيشن ليفل. سيدمنتيشن ليفل يبقى في نوعين من الانترا فنتريكولار هيمورج، ليه سببين وفي منه نوعين. السببين بتوعه انترا سيريبرال هيماتوما اكستندد انسايد ذا فنتركل، وسب اركنويد هيمورج لف في الاتجاه العكسي ودخل انسايد ذا فنتركل. النوعين بتوعه سب ايبندايمال وفري انترا فنتريكولار انترا فنتريكولار هيمورج. طيب ايه هو مصير الهيمورج اللي موجود في الانتراكرينيال؟ يعني الابيديورال هيماتوما مصيرها هيبقى عامل ازاي؟ السب ديورال هيماتوما، السب اركنويد هيمورج، الانتر سيربرال هيمورج، كل دولت هيبقى شكلهم عامل ازاي بعد شويه. بعد شويه نمسك الاول الابيديورال بلاد، ده المنظر ده از تيبيكال ابيديورال هيماتوما ويز كونفكس انر مارج. ايه اللي احنا متوقعينه في الابيديورال هيماتوما؟ الطبيعي ان لو احنا سبناها هتبتدي تقل في الدنسيتي لحد لما تبقى شبه البرين، وبعدين تقل كمان لحد لما تبقى ايه اسود عن البرين، صح كده؟ لكن ده ما بيحصلش ان ذا كلينيكال براكتس. ليه؟ لان المريض بيشتكي وشكوى فظيعه جدا وما تقدرش تسيبه كده تتفرج عليه، لازم تعمل له حاجه. فلما الابيديورال هيماتوما بتعمل سيمتومز كتيره، وبالتالي وبالتالي لازم يحصل تدخل، يعمل سي تي وبعدين يعمل عمليه وبعدين يفضي الهيماتوم. يبقى معظم الابيديورال بلاد هتشوفه انت ان ذا اكيوت فيز اللي هو لونه ابيض بالنسبه للبرين. نادر جدا جدا لما تشوف ابيديورال هيماتوما وتكون حجمها كبير وهي مسوديه كومبيرد تو ذا تو ذا تو ذا برين، ودي واحده من الحالات البسيطه اللي احنا شفناها في طفل كان عنده ابيديورال هيماتوما وكان موجود في حته من القرى البعيده جدا عن المدن وكده، وقعد يشتكي ومحدش سائل فيه لحد لما جه مثلا في القاهره وابتدى يعمل سي تي وابتدت الهيماتوما زي ما احنا شايفين تسود. And this is the rare situation، نادر جدا لما تشوف حاجه زي كده in the clinical practice. كمان ممكن لو كانت الابيديورال هيماتوما صغيره قوي ديت مش هتعمل سيمتومز، وبالتالي فاكرين انتوا في الانترودكشن بتاع النورمال اناتومي قلت لك البلاد اللي لونه ابيض في التي 1 ولونه ابيض في التي 2 هو السب اكيوت بلاد، اند ذس از سب اكيوت ابيديورال هيماتوما. ايه اللي خلاها بقت سب اكيوت؟ انها صغيره والمريض ما بيشتكيش جامد قوي، ده ممكن يقعد فتره لحد لما الهيماتوما تبقى ايه؟ تبقى ان ذا سب اكيوت فيز. لكن بقى السب ديورال هيماتوما انت ممكن تشوفها في الكلينيكال براكتس في اي منظر، بحيث ان لو احنا بصينا هنا ديس هيموريج لازق في عظم الجمجمه وماشي بحيز عظم الجمجمه والانر مارجن بتاعته ايه؟ كونكيف، يبقى دوت ان ده سب ديورال سبيس، يبقى دي اكيوت سب ديورال هيماتوم. السب ديورال هيماتوما دي تقريبا شبه البرين، يبقى دي سب اكيوت سب ديورال هيماتوم. ديت لونها اسود عن البرين، يبقى ده هيت ايه؟ كرونيك سب ديورال هيماتوما. تمام كده؟ يبقى الابيديورال هيماتوما يوجوالي سي ان ذا اكيوت فيز، السب ديورال هيماتوما ممكن تشوفها في اي منظر، ممكن تبقى اكيوت، ممكن تبقى سب اكيوت، ممكن تبقى ايه؟ ممكن تبقى كرونيك. طيب لو احنا عملنا سي تي ولقينا هيموريدج كده، والهيموريدج ده هو ماشي بحيز عظم الجمجمه وهو ليه كونكيف انر مارجن، لكن في حته منه سودة وحته منه بيضة اللي احنا بنسميه سيدمنتيشن ليفل، يعني الدم بيترسب لتحت. طيب السيدمنتيشن ليفل ده الابيض البلاد الابيض اكيوت والبلاد الاسود كرونيك، لكن الهيماتوما كلها على بعضها ولا هي اكيوت ولا هي كرونيك، ات از ان ذا سب اكيوت ستيج. خلاص
نفس الحكاية، لو انت عملت سي تي برين ولقيت هيماتوما كده، حتة سودة وحتة بيضة وحتة سودة وحتة بيضة، يعني ميكتشر اوف اكيوت اند كرونيك بلاد، تبقى سب اكيوت هيماتوما. يبقى احنا عندنا السب اكيوت هيماتوما في السب ديورال سبيس ليها ثلاث مناظر معايا. المنظر الاولاني ان هي تكون شبه البرين بالظبط وعامله ماس افكت. المنظر الثاني انها تكون فيها سيدمنتيشن ليفل. المنظر الثالث انها تكون مبطشه، حته بيضه وحته سودة، حته بيضه وحته سودة، وهكذا. يبقى هو دول الثلاث ابييرنسز بتاعه الايه، بتاعه السب السب ديورال هيماتوم. انا الحقيقه نفسي حد بس يفتح لي الصوره، لو كان حد بيفهم في البروجيكتور ده يخلي الصوره بس افتح من كده شويه عشان تقدروا تشوفوا الكلام اللي انا عاوز اقوله، لان انا شايفه كويس هنا على الشاشه بس مش قادر اقنعكم بيه هنا على الصوره. يعني ايه if it is possible يبقى كويس، يعني if not يبقى خلاص. المنيو ممكن هي لا مش كده. طب ادوس على نفس الكوبس. طيب حد عنده خبرة في التكنولوجيا؟ المنيو بس هو اعمل بقى البرايتنس ديت، زودها شوية. انزل لتحت، ايوه بس زودها بقى، زود. شوف بقى الزرار اللي بيزود من اللي بيقلل. لا كده بتقلل، كده بتقلل، ده بيقلل. واحد تاني يكون بيزود. مفيش واحد تاني يا دكتور حيدر هنا في المستشفى؟ مفيش بروجيكتور تاني غير ده؟
بس هو ده اللمبه بتاعته مش مطلع صوت يعني. لو كان ممكن لو كان ممكن ايوه طب اتفقتوا؟ اوكي لا هو في كذا زرار مش شغالين طب في حد عاوز يسأل أي أسئلة قبل ما نحل المشكلة ديت اللي أنا بحاول أتصرف فيها؟ لا السبب يعني إن كده كابسوليتد؟ لا هو بالظبط كده هو هي بيسموها في بعض الحاجات كرونيك سب ديورال هيماتوما ويز ري بليدنج يعني بيكون العيان حصل له نزيف وفات عليه فتره فبقى كرونيك وبعدين اتخبط خبطه تاني فراح نزف جديد فجه لان النزيف كان كتير مش قادر يستحمله فلما عملت لقيت الكرونيك بلاد ولقيت عليه الاكيوت بلاد لا 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 ما يكونش ده قصدك ده معزول عندها لا ها اشتغل طيب الله المستعان لا خلاص بقى خلينا كده لحد لما نشوف صرفة تانية ان شاء الله لا دي اوبتوما اوما تيومر يعني ده يزر بقى للاشياء ده بتاع ليبيا هو النصب في ليبيا ده يزر ولا ايه طيب بقى ليه اوكي طيب خلاص يعني المتاح احسن من اللي مش متاح المهم لو احنا بصينا على الاثنين سي تي دولت فاحنا عندنا الفايندينجز عندنا ليجن عامل ماس افكت ولكن احنا مش شايفين الليجن فلو احنا بصينا هنا هنلاقي ان الفنتريكل اللي الناحيه دي از كومبرست سبيشالي ذا اوكسيبيتال هورن لكن هنا الفنتريكل كويس على الناحيه الثانيه في الحاله الثانيه الفنتريكل اللي هنا ده كومبرست وراح الناحيه الثانيه وده الفنتريكل بتاع الاوبوزيت سايد يبقى عندنا you don't see the lesion ولكن شايف انت ماس افكت تقريبا في السي تي قبل الام ار مفيش الا حاجتين اتنين بس هم اللي بيعملوا المشكله ديت اللي هم السب اكيوت سب ديورال هيماتوما اللي هي الهيماتوما اللي شبه البرين والتيومر نوع من التيومرز اللي احنا نتكلم عليه بكره ان شاء الله اللي هو الانفلتريتنج جليوما الانفلتريتنج جليوما عباره عن ليجن بينفلتريت ذا برين بارينكيما لكن نعم حضرتك هتعرف لا عاوز نفتحها بس شويه بس كان ممكن ايوه عايزين نزود البرايتنس بس ايوه ممتاز لا جيم اول واحد ايوه اللي بعدها بقى ايوه بس كده يعني ممكن تزود اعلى من كده شويه ولا خلاص ده اخر كلام خلاص يعني احنا مقتنعين بكده مفيش مشكله طيب اوكي شكرا جزيلا خلاص
اعتقد كده اوضح شويه ولا ايه؟ صح. هي بقيت شايفين طبعا اللي انا كنت بقول عليه، وادي الفنتركل بتاع الناحيه اليمين في المريض ده، يو دونت سي ذا فنتركل بتاع الناحيه الشمال، ولكن في فرق جوهري ما بين الصورتين دول. ايه هو الفرق ده؟ ان in this patient you can see the gray white matter interface، يعني إن انت شايف الوايت ماتر كلها اللي هي عامله زي الشجره، and you see the gray matter come in between الشجره. ده معناها ان الليجن اللي هنا بره البرين، لكن ان هوت في الحته دي you don't see the gray ولا الوايت ماتر، مش زي الناحيه دي ولا زي الفرونتال لوب. في المنطقه دي بالذات you don't see the gray white matter، ده معناها ان الليجن دوت is infiltrating the substance of the brain. يبقى دي الطريقه اللي هي ايام زمان كنا بنفرق بيها ما بين الاثنين، يعني نقول هنا في انفلتريتنج جليوما وفي هنا هوت سبديورال هيماتوما. بعض الناس كانت تقول لك ايه انسبها، الانفلتريتنج جليوما ما بتقدرش تنهانس ولا سبديورال هيماتوما هتنهانس، وبالتالي المحصله ما كانتش قد كده كويسه. لكن بعد الام ار ما طلع بقيت شوف طبعا السبديورال هيماتوما بمنتهى البساطه والانفلتريتنج جليوما از ا ليجن انفلتريتنج ذا سبستنس اوف ذا برين، اند يو كان ايزلي ديسكريمينيت الاثنين في التي 2 ويتد ايمج. فالسبديورال بلاد اللي هو انت مش شايفه لان هو سب اكيوت، والسب اكيوت بلاد بيبقى لونه ابيض في الاثنين، يبقى هتلاقيه هيماتوما بيضاء اهي على السيرفيس اوف ذا برين، لكن التيومر ابيض اهوت انفلتريتنج ذا سبستنس اوف ذا برين. بعد كده عندنا في ليجن هنا انتر سيربرال هيماتوما، وبعدين عندنا ليجن هنا انتر سيربرال هيماتوما، ولكن في فرق بين الاثنين. And this hematoma is surrounded by a rim, hypodense rim of edema. ديت اللي اسمها cytotoxic brain edema. لكن this hematoma is surrounded by شجره اللي هي vasogenic edema which occurs around the tumor. Then you know that this hemorrhage is in a tumor. And this hemorrhage is the hemorrhage of the stroke. How can you discriminate الاثنين؟ By the appearance of edema. And by the, لو دققت شوية هتلاقي the tumor tissue نفسه موجود. أو إنك أنت تعمل MR بعد كده then you can easily separate the hemorrhage من الـ من الـ tumor. But في الـ early days بتاعتنا احنا كان لازم to predict this. نقول والله اللي احنا شايفينه ده ما هواش هيمرج عادي. This is hemorrhage in a tumor and you need to inject contrast, you need to do a follow up study, you need to perform an MR examination, then you can discriminate. ودي لسته بالحاجات اللي هي بتنزف غالبا من التيومرز. اشهر حاجتين هما الحاجات المالجنت زي الميتاستاسيس وزي الجليومز الهاي جريد. لكن كلنا عارفين طبعا ان البيتيوتري ادينوما من الحاجات اللي بتنزف، شيهان سندروم كده، وبعض النيرومز من الحاجات اللي بتنزف، والناس بتقول ساعات المينينجيوما برضو يحصل فيها انترنال هيمرج. زي ما احنا قلنا ان الانترافنتريكولار هيمرج عنده مصدرين، الانتروسيربرال هيماتوما والساب اراكنويد هيمرج. وزي ما احنا شايفين هنا ادي انتروسيربرال هيماتوما انتثالامس ودخلت جوه الثيرد فنتركل ونزلت في الاوكسيبيتال هورن اللي هو فري انترافنتريكولار بلاد، وفي حاجات موجوده في الفرونتال هورن اللي هي سب ابندايمال انترافنتريكولار هيمرج. زي ما احنا قلنا في الاناتومي العادي ان البرين ام ار اي لازم يكون فيه ساجيتال تي 1 اكزيال تي 1 اكزيال تي 2 واكزيال فلير. وريت لكم الصوره ديت واحنا في الاناتومي، بس مش عارف اذا كنتوا شفتوا التفاصيل بتاعتها لان اللمبه كانت مظلمه شويه. And you see in the bones you see two infarctions and these two infarctions are black in the T1 and bright in the T2، ولكن في الفلير you see one is black and one is bright. واحنا اتفقنا ان الانفاركشن اللي هو اسود في الفلير معناها ان هو بقى ليكوفايد زيه زي السي اس اف، حيث يكون السي اس اف في الفلير لونه ايه؟ لونه اسود. لكن الانفاركشن اللي لسه ابيض في الفلير فده معناها ان هو is a recent more recent infarction لان هو is not yet totally liquefied، وبالتالي ما بقاش شبه الايه؟ شبه السي اس اف في الفلير.
لكن بما ان الانفاركشن ده وده كونتينز ووتر ولكن بكميات مختلفة، فهما الاثنين هيبانوا مسودين في التي 1 وهما الاثنين برضو هيبانوا مبيضين في التي 1. لكن to differentiate the acute from the very old infarction you have to have a flare image, then you see the old infarction as water signal and the acute infarction زيه زي ما بيبان في التي 2 والتي 3. قلنا احنا كل الحاجات ده هي ايه، هي الحاجات اللي بتبقى اسود في التي 1 واسود في التي 2 اللي هما the cortex of the bone, the mature fibrous tissue, the calcium سواء كان physiologic أو pathologic. وقلنا إن الـ flowing blood اللي هو الـ blood اللي ماشي في الـ vessels بيطلع أسود في كل الـ blood sequences عشان سرعة الدم أكتر من سرعة التصوير. الهواء اللي موجود في الـ paranasal sinuses وفي الـ lung بيطلع أسود علشان ما فيهوش هيدروجين والـ MR كله بيشتغل على الهيدروجين، وبعض الحاجات التانية اللي احنا هنجيب سيرتها دلوقتي. وبعدين قلنا ان السب اكيوت هيماتوما هي اللي هتبقى ابيض في التي 1 وابيض في الايه في التي 2، وقلنا الحاجات اللي بتبقى بيضة في التي 1 وسودة في التي 2 يعني عكس الفلويد اللي هو الفات، الفات بيبقى ابيض في التي 1 زي الفات ده والفات ده، وبيبقى اسود في التي 2 زي الفات ده والفات ده، في حين ان الفلويد بيبقى اسود في التي 1 وابيض في الايه في التي 2 زي ما احنا اتفقنا في البروتوكولات اللي فاتت. وقلنا ان الحاجات اللي هي بتطلع سودة في التي 1 وبيضة في التي 2 بتعتمد على وجود المية، كل لما كانت المية كتيرة كل ما كانت اسود قوي في التي 1 وابيض قوي في التي 2، كل ما كانت المية قليلة زي في التيومرز كده فتلاقيها قرب الرصاصي في التي 1 وكذلك في الايه في التي 2. وشفنا الرسمه ديت اللي هي بتاعه اماكن الهيمورج اللي موجود في الـ في الـ في الـ في الانتراكرينيال بالسي تي اللي هو الهيمورج اللي ما بين العظم وما بين الديوره سميناه ابيديورال، اللي تحت الديوره اسمه سب ديورال، اللي تحت الاراكنويد اسمه سب اراكنويد، اللي جوه البرين اسمه انترا سيريبرال، اللي جوه الفنتريكل اسمه انترا فنتريكل. وقلنا ان الهيمورج في السي تي اول ما بيحصل بيكون هايبر دنس يعني لون ابيض، بعد شويه بيبقى شبه البرين، بعد شويه بيبقى اسود عن الايه اسود عن البرين. طيب نيجي بقى للهيمورج بالام ار. الهيمورج بالام ار مختلف شويه عن الهيمورج في السي تي. فاحنا عندنا في الام ار وفي السي تي عندنا اكيوت بلاد وعندنا سب اكيوت بلاد وعندنا كرونيك بلاد. الاكيوت بلاد في السي تي شكله ايه؟ ابيض. والكرونيك بلاد شكله اسود، والسب اكيوت بلاد شبه البرين. تمام. لكن احنا انا بس عاوزين نعدي السلايد دوت هنرجع له دلوقتي بعد شويه. هنا الاكيوت بلاد في السي تي هايبر دنس، السب اكيوت ايزو دنس، والكرونيك هايبو دنس. طيب الاكيوت بلاد في الام ار اسمه ديوكسي هيموجلوبين، ديوكسي هيموجلوبين، والسب اكيوت بلاد اسمه ميت هيموجلوبين، والكرونيك بلاد اسمه هيموسيدرين. طيب الديوكسي هيموجلوبين بيبان ازاي في التي 1 والتي 2، والميت هيموجلوبين بيبان ازاي في التي 1 والتي 2، والهيموسيدرين بيبان ازاي؟ نمسك بقى الاكيوت بلاد، خلينا الاول الايه السب اكيوت بلاد اللي احنا حافظينه. السب اكيوت بلاد بيبقى شكله ايه؟ ابيض في الاثنين، صح كده؟ اللي هو ده ابيض في التي 1 وابيض في الايه في التي 2. اما الاكيوت بلاد فبيكون رصاصي في التي 1 واسود في التي 2 ماشي، والكرونيك بلاد بيكون اسود في الاثنين، يعني تجاوزا الاكيوت بلاد اسود في الاثنين والكرونيك بلاد اسود في الاثنين والسب اكيوت بلاد ابيض في الاثنين ماشي. دي الحسبه بتاعه الايه بتاعه الهيمورج في الام ار. طيب ده الهيمورج بتاع السي تي صح كده، انترا سيريبرال هيماتوما موجوده في السي تي. نيجي بقى للهيمورج اللي هو الاكيوت هيمورج في الام ار. شايف البقعه ديت كده لونها ايه؟ هنا هو رصاصي وهنا هوت اسمه، and this is the acute blood في الـ MR اللي هو لما انت بتيجي تكتب في التقرير او بتقرا، حد بيقرا لنا احنا الكتابه الهيروغليفيه اللي احنا بنكتبها، فبنكتب acute blood بين قوسين deoxyhemoglobin، ده اللي احنا نقصده بالايه بالمنظر ده اللي هو بيبقى
يعني ما بنقولش بقى اسود في تي 1، بنقول انترميديت سيجنال في تي 1 وبعدين دارك سيجنال او بلاك سيجنال او لو سيجنال في الايه في تي 2. This is the signal of the acute blood. خلاص طيب هتقول لي طيب امال ايه الابيض اللي حوالين البلاد ده؟ الاديمه. الاديمه اللي حوالين الهيماتوم. الاديمه يعني ميه. الميه لونها ايه في التي 1؟ لونها اسود ولونها ابيض في التي 2. فالمفروض ان في سواده هنا بس باينه بخفيف، اللي هي الاديمه اللي حوالين الليجن، وانت الاديمه اللي حوالين الليجن هتشوفها هنا بطريقه اوضح في التي 2 ويتد ايمج. طيب لما تيجي تبص هنا في التي 1 ويتد ايمج في بياضه، في التي 2 ويتد ايمج في بياضه، يبقى احنا دلوقتي بنتعامل مع ايه؟ سب اكيوت بلاد. وبنفتح قوس كده ونكتب ميت هيموجلوبين، سب اكيوت بلاد ميت هيموجلوبين. خلاص طيب لما نيجي نبص هنا على ال سي تي ده، ففي هنا هيماتوم صح كده، وحواليها دوريه يا سود معايا. طيب الهيماتوما ديت هي الاكيوت بلاد، السواد اللي حواليها دي عباره عن ايه؟ جزء منها اديما وجزء منها البلاد اللي هيبتدي يتحول. فعندنا هنا معلومه مهمه جدا، ان البلاد لما يحصل جوه البرين، لما يبتدي ينزل من الاكيوت الى السب اكيوت الى الكرونيك، التغيرات كلها بتتم من البريفري للسنتر، يعني بتدخل من بره لجوه. بحيث انا عندي بحيره دم اكيوت، اول ما هتبقى سب اكيوت يبقى الحرف بتاعها هو اللي هيبقى سب اكيوت الاول، والسنتر هيفضل اكيوت. بعد كده اول ما تكبر شويه هيبقى الاكيوت يختفي، والسنترال بارت هيبقى سب اكيوت، والبريفري بتاعته هتبقى ايه؟ كرونيك. ماشي. كل البروسيس دي بتحصل باستمرار باستمرار، ما لهاش تايمنج معين. يعني لما توما وانس اتكونت هتبقى اكيوت، وتبتدي الحروف بتاعتها تتحول الى سب اكيوت بمرور الوقت وهكذا. عشان كده احنا لو رجعنا بقى للرسمه الاولانيه اللي انا كنت عاوز اكلمكم عليها اللي هي دي، فانت اول ما الهيماتوما تحصل، اول ما الهيماتوما تحصل هتبقى عباره عن بحيره دم وحواليها اديما صح كده. بحيره الدم وحواليها اديما هيبقى لونها ايه في التي 1 ولونها ايه في التي 2؟ هتبقى رصاصي في التي 1 اللي هو جراي يعني، واسود في الايه في التي 2. والاديمه هتبقى سودة في التي 1 وبيضة في الايه في التي 2. طيب لما يبتدي بقى البلاد اللي من بره يتحول الى سب اكيوت بلاد، خلاص هيبقى السنترال بارت اوف ذا هيماتوما هيبقى ايه؟ اكيوت. والبريفرال بارت بتاع الهيماتوما هيبقى سب اكيوت. يعني سب اكيوت يعني لونه ايه؟ يعني لونه ابيض في التي 1 وابيض في الايه في التي 2 صح كده. واللي بره خالص هيبقى الاديمه اللي حوالين الهيماتوما صح. طيب نيجي بعد كده بقى لما الهيماتوما، بص بقى وانت ماشي الاكيوت كومبوننت بيصغر لحد لما يختفي، والساب اكيوت كومبوننت بيكبر لحد لما يسيطر على الامور خلاص. ولما يبقى هنا هيبقى الحروف بتاعه الهيماتوما اللي من بره هتبقى ايه؟ هيموسيدر، وما بقاش فيه اديمه خلاص، هتبقى دي داخلة على الكرونيك فيز وما يكونش حواليها برين اديم. لو احنا بقى جينا طبقنا الكلام دوت على الهيماتوما دي، ده تي 1 عشان السي اس اف لونه اسود، وده تي 2 عشان السي اس اف لونه ابيض. طيب السنترال بارت بتاع الهيماتوما دوت اللي هو مين؟ الاكيوت صح كده؟ يبقى هيبقى لونه هنا هو اسود، وهنا هو برضه لونه اسود صح؟ البريفرال بارت اللي حوالين الهيماتوما هيبقى دوت مين؟ سب اكيوت، اللي هو هيبقى لونه ابيض هنا وهيبقى لونه ابيض هنا. الخطوط السوداء اللي حوالين الهيماتوما اللي هي باينه احسن في التي 2 هو ده الهيموسيدري ماشي. اما النعبشه البيضاء اللي من بره خالص فهي ديت الايه؟ الايديم. تمام كده. طيب يبقى معنى كده انا عندي قاعده ماشي عليها وما بتعملش مشاكل جامده، اول ما بلاقي حاجه بيضاء في التي 1 ويتد ايمج اي كونسيدر هيموريدج الاول. يعني اول ما الاقي بياضه في التي 1 ويتد ايمج مش حاقن صبغه مش عامل اي حاجه خالص جوه البرين اي كونسيدر هيمرج، اللي هو ساعتها هيكون ايه؟ سب اكيوت بلاد. وبعد كده نبتدي نتفاهم نشوف جايز يطلع هيمرج جايز يطلع فات جايز يطلع حاجه، بس هو في المقام الاول هيكون ايه؟ هيكون هيمرج. فانا لو لقيت بياضه كده اهوت في التي 1 ويتد ايمج اي كونسيدر هيمرج،
والنص اللي جوه الهيمرج هيكون هو الاكيوت، والبياضه هتكون هي السب اكيوت، والريم السوداء هتكون الهيموسيدرين، والاديما اللي بره هتكون الاديما اللي حوالين الايه اللي حوالين الليجن. طيب واحنا بنكتب في التقرير لما اقول اكيوت بلاد لازم اكتب عشان افكر نفسي بين قوسين دي اوكسي هيموجلوبين، سب اكيوت بلاد ميت هيموجلوبين، وبعدين كرونيك بلاد هيموسيدرين. طيب ده الاكيوت هيماتوما اللي احنا شفناها من شويه، وادي السب اكيوت هيماتوما، ودي الهيماتوما اللي احنا وقفنا عندها في السي تي. ادي هيمرج اهو وحواليه سواده، وقلنا ان السواده ديت جزء منها ايديما وجزء منها ايه وجزء منها بلاد اللي هو بيتحول بقى يبقى سب اكيوت ومش عارف ايه وكده. لما تيجي تبص في التي 1 هتلاقي فيه السواده اللي في النص ديت ريبريزنتنج ايه الاكيوت هيماتوما، والبريفري بتاعتها سب اكيوت هيماتوما، والخط الاسود اللي من بره كرونيك بلاد اللي هو هيموسيدرين، والنعبشه اللي من بره في خالص خالص ذيس از ذا ايه ذا برين ذا برين ايديما. طيب فاكرين احنا ده سب ديورال هيماتوما صح؟ السب ديورال هيماتوما اللي نصها اسود من فوق ونصها ابيض من تحت كان اسمها ايه في البرين؟ سب اكيوت. عند سب اكيوت في الام ار بيبان لونه ايه؟ كله ابيض، اللي هو الحته كلها بتبان بيضه في التي 1 وبتبان بيضه في التي 2. And then this is the subdural hematoma في الام ار، and this is the subdural hematoma في السي تي. هنا في السي تي دوت قبل ما نبص على الام ار في بس ملحوظه واحده بس، انك انت هنا يو سي ذا كورتيكال سالساي، هنا اهوت يو دونت سي ذا كورتيكال سالساي، واحنا اتفقنا ان ده اول علامه من الماس افكت، يعني في هنا ليجن ان يو دونت سي ذا ليجن. يبقى اذا بما ان في ليجن ان يو دونت سي ذا ليجن، فانت متوقع واحد من اثنين، يا اما ان هو سب اكيوت سب ديورال هيماتوما، يا اما الفلتريتنج جليوم. لو كان الجري وايت ماتر انترفيس از بريزيرفد يبقى انت سب اكيوت هيماتوما، لو كان الجري وايت ماتر انترفيس از مافلد يبقى انت دلوقتي مع التيوم. كان دي الخزعبلات ايام زمان، لكن احنا دلوقتي في الام ار ده جاست يو بيرفورم تي 1 ويت ديمج، ذن يو سي ذا هيمرج اللي هو اللي موجود من بره دوت كده، ان يو كان سولف ذا البيشنت بروبلم على طول. طيب احنا اتفقنا ان الاكيوت بلاد هيتحول الى سب اكيوت بلاد باي تايم، مظبوط كده صح؟ طيب الاكيوت بلاد اساسا لونه ايه؟ لونه رصاصي في التي 1 انترميديت، ولونه اسود في الايه في التي 2. احنا عاوزين الاكيوت بلاد دوت يبقى سب اكيوت، يعني يبيض في الاثنين، يعني يبقى ابيض هنا وابيض هنا، مظبوط كده. الترانزيشن ما بين الاكيوت والسب اكيوت هيماتوما، مين في دولت يبيض الاول؟ القريب من الابيض اللي هو الجراي، صح كده؟ القريب من الابيض هو الايه؟ هو اللي بيض الاول. ده فيز من الهيمرج، انك انت تعمل ام ار اي تلاقي الهيماتوما بيضه هنا وسوده هنا. خلاص؟ تبقى ايه؟ ده اول السب اكيوت هيماتوما، واخرها اللي احنا ده اسمه ايرلي سب اكيوت، والاخر بقى اللي هو ده اللي هو ليت سب اكيوت اللي الهيماتوما ابيض في الاثنين. يبقى لو كانت الهيماتوما بيضه في التي 1 وسودة في التي 2 يبقى دوت اسمه early subacute blood، صح كده؟ طب حد هيقول لي ما الفات بيعمل كده، مش الفات لونه ابيض في التي 1 واسود في التي 2 صح كده؟ How can you discriminate؟ ماشي فات separation بس كده يا جماعه الله يهديكم. انا ما اتكلمش الكلينيشنز دولت على راسنا، نتكلم دكاتره الاشعه. لازم دايما تبقى انت حاسس ان انت كلينيشن وان انت ليك دور في علاج المريض، لا تغفل ابدا الكلينيكال داتا وتبقى منك للصوره بس، زي ما الناس تعلمونا كده في مصر انه مالكش دعوه العيان بيشتكي من ايه، انت فنن بقى التشخيص. ان الكلينيكال از فيري امبورتنت، العيان اللي عنده فات في البرين لايبوما ديرمويد سيست ما اعرفش ايه الكلام ده كله، غير العيان اللي عنده نزيف. خلاص ده اهم حاجه. زائد لو انت عندك اي ايمجنج موداليتي تانية النزيف غير الفات، يعني بالسي تي او باي طريقه تانية اللي كان زيف. وبعدين خلي بالك ان الفيز ده از فيري ترانزيشن، يعني نادر قوي لما تشوفه ان ده كلينيكال براكتس، ان بتمر الهيماتوما على المرحله دي وبعدين تقلب على طول على الايه على السبب.
لو انت شفت البالس سيكونس ده او المنظر ده ابيض في T1 واسود في T2 تقول ان ذس از ايرلي سب اكيوت هيماتوما بين قوسين انترا سيلولار ميتهيموجلوبين انترا سيلولار قبل الار بي سيز ما تربش. لكن لو انت شفت الابيض في الاثنين تقول سب اكيوت هيماتوما ليت سب اكيوت هيماتوما اكسترا سيلولار ميتهيموجلوبين يعني بعد الار بي سيز ما ايه ما ربش. طيب حد فاكر الهيماتوما دي اللي انا وريتها لك من شويه صح كده؟ طيب بص على الحرف بتاع الهيماتوما، شايف البياضه دي؟ شايفها؟ الدم هيبتدي يتحول الى سب اكيوت صح؟ اه لما انت بصيت عليها لقيتها بيضه، لما جيت هنا لقيتها سودة، يبقى ده لسه البلاد هيقلب، بعد شويه هتلاقيها بيضت في الاثنين، يبقى خلاص قلب بقى ايه؟ بقى سب اكيوت هنا. طب بص على دي بقى، هنا اهوت ادي T1 weighted image and you see the blood لونه ابيض، T2 weighted image and you see the blood لونه اسود صح كده؟ يبقى اذا هذا البلس سيكونس او هذه الهيماتوما هي عباره عن ايه؟ early subacute hematoma بين قوسين intracellular metamoglobin. لكن بص بقى على الكومبوننت ده، شايف الحته دي؟ شايفها؟ لونها ايه هنا في T2؟ اسود. لونها ايه في T1؟ يعني ايه؟ يعني اكيوت بلاد، يعني اكيوت بلاد. الحته دي لونها جراي في التي 1 ولونها اسود في التي 2 يعني اكيوت بلاد خلاص. والحته ديت لونها ابيض هنا واسود هنا يعني ايرلي سب اكيوت، والحتتين دول لونهم جراي هنا ولونهم اسود هنا يعني اكيوت هيمات. يبقى اذا ذس هيماتوما از ا ميكتشر اوف اكيوت بلاد اند ايرلي سب اكيوت، يعني لسه لو استنيت عليها يوم هتروح كلها مبيضيه في التي 1 وفي الايه في التي 2 والتي 3. طيب كان زمان كنت انا بقول كده، عارفين انتوا المثل الشعبي اللي هو بيقول لك عمر الدم ما يبقى ميه؟ في حاجه كده؟ ما بقاش فيه صح؟ ما بقاش فيه، بس وعشان كده حتى الهيمرج ما بقاش فيه الحكايه دي. فانا كنت دايما اقول الهيمرج في البرين يطلع اي منظر الا منظر الميه. ايه هو منظر الميه؟ اللي هو اسود في T1 ابيض في T2 خلاص، ايام ما كان عمر الدم ما يبقى ميه. لكن دلوقتي ممكن الهيمرج يبقى زي الميه. امتى؟ في اتنين، يا اما في الاول خالص خالص اسمه هايبر اكيوت بلاد، يا اما في الاخر خالص خالص اسمه فيري اولد كرونيك بلاد. يبقى الهيمرج في اوله قوي 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 شبه الميه، والهيمرج في اخره قوي 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 شبه الميه برضه. ده هو هيبقى ايه؟ اسود في التي 1 وابيض في التي 2. عشان كده احنا عندنا في مصر لما شخصيه مهمه يجي له سيريبرو فاسكولار ستروك ما يردوش يودوه يعمل سي تي، بيقول لك خش على الايه على الام ار على طول. والطريقه ديت في منتهى الخطا يعني. ليه؟ لان الهايبر اكيوت بلاد اللي هو طبعا عارفين انتوا الشخصيات المهمه دي لما بتقع بس في الحمام في ثانيه بتكون في المستشفى، غير بقى الناس التانيين اللي هو بعد 3 ايام عقبال ما يكتشفوا ان هو وقع اساسا في الحمام وبعدين يجيبوا عربيه الاسعاف بعدها بيومين وكده. المهم فهو لما هيروح في ثانيه المستشفى فهيعمل ان ذا هايبر اكيوت فيز خلاص، ساعتها هيطلع اسود في T1 وابيض في T2، فبيروح على طول مشخصينه تيومر، وده عقوبة ليه وعقوبة للي عمل معاه كده صح؟ لانه بيفططوا فوق راس كل الناس اللي هي قاعده مستنيه واخده مواعيد وكده، ويعملوا فيروح مشخصين تيومر، يروح حاطينه في الطياره ويروحوا مسفرينه بره. ده ذا يوجوال سيكونس اوف ايفنتس. يروح بتوع بره عاملين له سي تي فيطلع هيمرج فيروحوا مرجعينه تاني. هي ديت ايه؟ ده سيناريو، وصدقوني ده سيناريو مشهور جدا عندنا. وانت بقى ممكن تتخيل مين هو المهم، يعني على حسب البلد، في من اول مش عارف ايه بيبقى مهم، وفي ناس تانيه المهم. فانت لما تعمل كده ادي 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 بلاد اهو، بس انت لما تبص على دايما ده بيحصل في وسط الفزع والكده، يقول لك اسود في التي 1 وابيض، احقن صبغه تحقن صبغه تلاقي الدنيا مكعبله ورم ورم، يلا على بره على طول. And the CT scan and you can see the hemorrhage. يبقى دايما always remember ان يستحسن ان اي حد ان the acute phase تدخله الاول يعمل CT.
يعني انت حاسس ان في سيريبرو فاسكولار ستروك، حاسس ان في همج بتاع، يعمل سيتي الاول لحد لما تستبعد البوسيبيليتي دي، وبعدين تشوف هتعمل ايه بعد كده، ام ار ديفيوجن ما الكلام ده كله. او لو انت عملت ام ار من الاول نتيجه ان في ضغوط عليك من فوق وكده، فتبقى حاطط في بالك ان في حاجه اسمها هايبر اكيوت هيماتوم، اللي هي شبه التيومر بالظبط، بتبقى سودا في التي 1 وبيضه في التي 2. لو انت لقيت المنظر ده قول لهم طب يا جماعه تعطفا منكم، يعني هنعمل له سي تي عشان ايه تكسبلود هذا البتاع. طيب لو البلاد وقف جوه الفينز او جوه الارترز هيعمل نفس المنظر، هيعمل نفس المنظر. لو هو اكيوت ثرومبس هيبقى لونها ايه؟ اس جراي في التي 1، اسود في التي 2. لو هو سب اكيوت ثرومبس هتبقى ابيض في الاثنين. لو هو كرونيك ثرومبس هتبقى اسود في الاثنين. يفهم من كده انك مش هتعرف تشخص الثرومبس الا في السب اكيوت فيز، صح كده؟ لو انت في الاكيوت مش هتعرف تجيبها ابدا الا لو كنت جن يعني في الام ار. لو هي في الكرونيك مش مستحيل دي مش هتعرفها باليوجوال سيكونسز، لكن لو عملت ام ار فينوجرافي وعملت مش عارف ايه هتعرف تجيبها. اما الدايجنوزس السهل اللي هو لما الثرومبس تبيض in the vein then you see that this is the superior sagittal sinus and it contains a high signal. هتقول لي high signal في T1 ممكن يكون fat وممكن يكون blood، صح كده؟ ايه العمل؟ نعم الكلينيكال وبعدين المنطق، الكلينيكال وبعدين المنطق. ايه اللي هيجيب الفات جوه الساينس؟ فات امبوليزم، صح؟ صح ولا ايه؟ مش منطقيه، صح؟ مش منطقيه. طيب يبقى ده انا اللي مطلع القاعده دي. اول ما تلاقي حاجه بيضه في تي 1 كونسيدر بلاد، خلاص كونسيدر بلاد، وبعدين يصير خير. لما يكون في بلاد ان ذا ساينس يبقى ساجيتال ساينس ثرومبوز. حد قال لي طب ليه ده هوت ما يكونش سب ديورال هيماتوم؟ احنا في بعض الاماكن بنشرح فيها يعني وكده. قال لي ده ما يكونش سب ديورال هيماتوم، ايه الاجابه؟ لا من غير ما نعمل اجزاء. ها المنطق بيقول ايه؟ المنطق بيقول ان السب ديورال هيماتوما لازم على البريفري، يعني على الشمال او على اليمين، لكن السوبيريو ساجيتال ساينس ده موجود ان ذا ميد لاين. ان ذا ميد لاين السؤال اللي بعد كده، طب ليه دي ما تكونش هيماتوما ان ذا فالكس؟ ما هو كل ده بنسمعه. ها الهيماتوما عند فالكس هتبقى لتحت مش هتبقى لفوق، يعني هتبقى نازله مع الفالكس، لكن الساينس هيبقى ماشي في الاناتوميك سايت بتاعه في الاخر خالص. انت عمرك ما بتقرا الام ار من صوره واحده، يعني ما بتقراش ساجيتال لوحده، لازم يكون معاه اكزيالات. فالاكزيال هتلاقي الهيماتوما على بره، والثانيه هيكون في السوبر ساجيتال ساينس هيكون في النص. لو انت عملت اكزيال ده بتاع السوبر ساجيتال ساينس، الساينس العادي بيكون جواه بلاد ماشي، يعني بيكون لونه اسود. لما تعمل صور كده تي 1 وتلاقي الساينس ابيض 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 ابيض، تعرف على طول ان الساينس دوت از ثرومبوز. ولما تلاقي على السيرفيس اوف ذا برين كمان نقط بيضاء كده، تعرف ان دي الفينز اللي هي دريننج ان ذا ساينس، وهم برضو ايه؟ وهم ثرومبوز. يبقى اذا ده سوبيريو ساجيتال ساينس ثرومبوز على في كل صوره. في هنا بقى نقطه مهمه، انك انت لما تلاقي بياضه جوه الساينس في صوره واحده بس في الاكزيال تطنش، لان ده هيكون فلو ارتفاكت وحاجات زي كده. لكن لما تلاقيها بيرزيستنت في صوره 2 3 4 5 6 ورا بعض، او تلاقيها في التي 2 لان التي 2 زمن اطول وما بيديش ارتفاكتس اكتر، وبالتالي هتبقى متاكد ان ديت ثرومبس ما هياش مجرد ايه؟ ما هياش مجرد ارتفاكت. طبعا الكلام بتاع ايام زمان اللي هو دلتا ساين في السي تي، انك انت تحن صبغه فتلاقي المارجنز اوف ذا ساينس خدت صبغه والثرومبس جواه عامله فيلنج ديفكت زي الدلتا بتاعت نهر النيل. لكن لما تعمل ام ار اي تي 1 ويتد ايمج ان يو سي ذا ثرومبس ان ذا ساينس ان يو سي ذا ثرومبس ان ذا ساينس، بس كونسيدر ان ده مش في صوره واحده، لازم في كذا مقطع علشان تتفادى وجود الايه؟ وجود الارتيفاكت. حد عنده سؤال ولا نكمل الحته بتاعت الاسكيميا بالمره؟
اديبوز تيشو فات كويس او فات فين بره البرين يعني قصدك ولا في البرين اين يوجد الفات في البرين انهي حته في الاوربت يعني انا اقصد ايه ان البرين نورمال ما فيهوش اي مكان بيطلع فيه فات يعني كحاجه نورمال لكن في لايبوما اوف ذا كوربس كالوزم وفي انترا كرينيال ديرمويد سيست والحاجات اللي هي زي كده ف الفات سيجنال هتطلع فات سيجنال اللي هي ابيض في التي 1 واسود في مسود يعني في التي 2 لكن ازاي تقول ان دي لايبوما يعني فات صافي وديرمويد سيست احنا عارفين ان الديرمويد از كومبوزيت مش ما فيهوش فات بس في فات وشويه حاجات تانية كويس فالحاجات التانية دي هتدي سيجنال مختلف عن الفات whenever you see the fat is heterogeneous يعني في هاي سيجنال وانترميديت ولو ومش عارف ايه يبقى معنى كده ان ده مش فات صافي يبقى معنى كده ان ده تبع الديرمويد سيست اما لو كان كلها بياضه لوحدها كده وبعدين اسودت في التيتو معناها دي لايبوما صافي وبعدين تسال نفسك سؤال which is more common the dermoid cyst in the brain ولا lipoma in the brain اخر كلام نسال الجماعه الكلينيشنز هم اللي بيبقوا ادرى مننا بكتير ها الدرمويد صح الدرمويد اكتر يعني انت عشان تعرف كومن ولا مش كومن تسال نفسك السؤال ده كم مره في حياتك شفت الدرمويد في الصور وكم مره في حياتك شفت اللايبوما في الصور بس مش في الصور اللي في الكتب في الصور اللي هي اللي على الفوانيس اللي احنا بنشوفها كل شويه فاكيد اي حد من اللي قاعدين شاف درمويد صح وممكن ولا واحد من اللي قاعدين شاف لايبوم صح ولا ايه يا جماعه الكلينيشنز دول عارفين كل حاجه طيب اوكي نعم كويس احنا في السي تي في تايم يعني اقول السي تي الاكيوتي ماتوما بتبقى في خلال الاسبوع الاولاني وبعد كده تتحول الى سب اكيوت لمده اسبوعين وبعد كده تتحول الى كرونيك بعد كده خلاص لكن زي ما شفت في الام ار مفيش تايم من دي 1 وهي دايناميك عماله تقلب 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 لكن السب اكيوت بلاد بيعتمد على حجمه لو كان حجمه كبير ممكن يقعد لحد 8 شهور السب اكيوت بلاد نشوف الهيموسيدرين لو كان برضه حجمه كبير هيقعد مدى الحياه هيفضل موجود لكن لو كان صغير الجسم بيأبزور والهيماتوما لو كانت صغيره ممكن تختفي خالص ما بيكونش ليها اي اثر الا حته كده انكفل ماليشيا في البرين دي ايشو تاني this is the space occupying lesion اللي هو الكافيرنس انجيوما او كافيرنس هيمنجيوما هيفضل على طول اوكي انترا اكزيال مينز انسايد ذا برين تيشو extra axial means outside the brain tissue the epidural lesions the subdural lesions the subarachnoid lesions are outside the brain the intracerebral inside the cerebellum inside the brain stem they are intra axial في بقى كلام على الانتراventricular هل هو intra axial ولا extra axial ناس بتعتبر كده ناس بتعتبر كده لكن intra axial معناها inside the tissue of the brain نعم مفيش مشكله فلنعتبر هذا لكن احنا هنقول الحاجه الانتر اكزيال هي within the tissues of the brain سواء كان سريبرم سريبيلم او برين ستيم والحاجه الاكسترا اكزيال اللي هي مش في التيشوز بتاعت البرين السبراكنود هيمرج فين مش في التيشوز بتاعت البرين it is extra axial لكن كل اللي هو لوحده ما لناش دعوه طيب ايه كالسيوم از كالسيوم ما تفرقش خالص يعني بعض الناس يقول لك ده فيسيولوجيك كالسيفيكيشن يعني احنا ما بنجيبش سيرته في التقارير مثلا يعني سي ذا كرويد بليكسس كالسيفيكيشن ان يجنور ما بتكتبهاش في التقارير ولا الباينيال بودي ولا الفولكس ولا الحاجات ديت لكن
دولت سواء فيسيولوجيك او باثولوجيك هيطلع ازاي في الام ار S251 S252. اوكي طيب نقول بقى شويه كلام كده بسيط على الانفاركشن او الاسكيميك ستروك. احنا عارفين في الستي ان الانفاركشن از هايبودنس ليجن، سواء كان هو اكيوت او سب اكيوت او كرونيك، فالانفاركشن من ساعه ما بيبتدي هو از هايبودنس ليجن. واحنا عارفين برضو في السي تي ان او في الام ار ان الانفاركشن از نوت سبيسيفيك تو ماين ليجن، مفيش ماس افكت انليس ان الانفاركشن معاه برين اديما. الانفاركشن اللي معاه برين اديما هو الاكيوت انفاركشن، يبقى الاديما لونها اسود والانفاركشن لونه اسود، اند يو كان نوت ديسكريمينيت بتوين ذا اديما اند انفاركشن. يبقى لما تلاقي الانفاركشن عامل على ماس افكت تعرف ان هو معاه اديما، تعرف ان هو اكيوت. لما تلاقي الانفاركشن مش عامل حاجه خالص في الفنتريكل تعرف ان هو ما معهوش اديما، تعرف ان هو مش اكيوت. تمام؟ طيب الانفاركشن لازم يكون ليه كورتيكال ديستريبيوشن اللي هو عامل زي مثلث والبزل بره ومش عارف الكلام اللي انتوا عارفينه ده. والانفاركشن لازم يكون ليه فاسكولار تريتوري، يعني تبع واحده من الارترز المعروفين، يا اما ميدل سيريبرال يا اما انتيريور سيريبرال يا اما بوستيريور سيريبرال. لو احنا عملنا سي تي ولقينا الانفاركشن دايس على الفنتريكل اللي جنبيه يبقى ده الاكيوت انفاركشن. لو عملنا سي تي ولقينا الانفاركشن موسع الفنتريكل اللي ناحيته يبقى معنى كده ان ذس از اولد انفاركشن، عامل لوس اوف فوليوم وعامل دايلاتيشن اوف ذا ابسيلاترال فنتريكل. لو احنا عملنا سي تي ولقينا الانفاركشن مش عامل حاجه خالص في الفنتريكل، يعني يبقى ولا ده يبقى ده سب اكيوت. يبقى اذا الانفاركشن اسود على طول، الاكيوت دايس على الفنتريكل، الكرونيك شفط الفنتريكل عليه، السب اكيوت مش عامل حاجه خالص، يعني الفنتريكل واقف جنبيه من غير اي نوع من ال. Then if you see a very big infarction زي دوت كده وهو ده عامل كومبريشن على الفنتريكل وعامل شيفت اوف ذا ميد لاين ستراكشرز، والانفاركشن دوت طالع في الفرونتال وكمان في التيمبرال والبرايتال وكده، يو نو ذس از الانتيريور سيريبرال شخصيا هو اللي اتقفل مش الميدل سيريبرال بس لوحده، لازم يكون عشان الانتيريور اريا. اند ذس از ان امبورتنت ساين اللي هم بيسموها ذا هايبر دنس فيسل ساين. هايبر دنس فيسل ساين معناها ان الفيسل از اكلودد، لان انت عارف لما الدم هيقف جوه الفيسل وهو اكيوت يبقى هيبقى لونه ايه؟ لونه ابيض، فهتلاقي الفيسل بقى ابيض كده نتيجه ان هو ثرومبوز، والانفاركشن اسود وعامل ماس افكت نتيجه ان هو اكيوت انفاركشن. اند ذس وات وي كول ذا هايبر دنس فيسل ساين. لما تشوف كده ادي الانفاركشن اهوت وادي بقيه الانفاركشن، وانت حقنت سبغه، انت حقنت سبغه، مفيش خطوره على فكره من حقن السبغه في العيدين اللي عندهم اسكيميك ستروك. لو انت حقنت سبغه ماذا تتوقع في الميدل سيريبرال بتاع الناحيه دي اللي هو كان هايبر دنس فيسل ساين؟ انك انت مش هتشوفه. ليه؟ لانه مسدود، لانه ثرومبوز، صح كده؟ يبقى من غير سبغه تلاقي الفيسل مرسوم لونه ابيض. بايه؟ بثرومبوس. بالسبغه تلاقي الفيسل مش موجود. ليه؟ لانه مسدود، صح؟ في حين انك ممكن تشوف الايه؟ الفيسل التاني. طيب لو الانفاركشن كان كرونيك وعمل لوس اوف فوليوم ووسع الفنتريكل عليه لدرجه ان الانفاركشن والفنتريكل بقوا سنجل تشيم، يعني هما الاثنين بقوا حاجه واحده، يبقى ده اسمه بورينكيفالي او بورينكيفاليك سيست. And you know that بورينكيفاليك سيست by definition is a cyst communicating with the ventricular lobe. And this can be congenital، يعني واحد يتولد وهو عنده سيست كوميونيكيتنج مع الفنتريكل، this is known as primary او congenital بورينكيفاليك سيست. And it may be secondary، يعني حصل damage of the brain tissue either due to ischemia or trauma or infection، وعمل area of encephalopalacia وعمل liquefaction، والliquefaction دوت شفط الفنتريكل عليه، then you know this is a بورينكيفاليك سيست which is acquired في الوقت دوت. Then the subacute infarction هو الانفاركشن الذي ليس له ماس افكت. ان يو سي هنا this is the ventricles and the infarction does not compress the ventricle ولا عامل عليه vacuo dilatation، يبقى انت بتتعامل هنا مع ايه؟ مع subacute infarction. And if you look to للحاله ديت كده هتلاقي ان
الفنتركل اللي الناحيه دي اللي هو ناحيه الانفاركشن شكله اصغر شويه من الفنتركل التاني. Then you say this is يعني سيدنا كده يعني acute infarction وممكن يبقى عندك حق, او تقول ان هو صاب acute infarction على اساس ان الفنتركلز قد بعض ويبقى برضو ما فيش عندك مشكلة. ايام زمان كان في حاجة اسمها infarction in evolution, يعني العيان جاله ستروك وبعدين وديته بسرعة على السي تي, عملت له سي تي ما طلعش فيه حاجة خالص, فبتقول ده ممكن يكون transient ischemic attack وهيفك, او تقول ان هو ايه ان هو فعلا في انفاركشن بس يو دونت سي ذا انفاركشن لان البرين اللي مات لسه ما سودش عشان تشوفه في السي تي. فكان البوليسي بتاعتنا احنا ايام زمان يقول لك استنى عليه 3 ايام اللي هي دي المده الماكسيمم اللي الانفاركشن هيبان فيها. بس دلوقتي طبعا مفيش, لو في طب يعني ما حدش هيستنى على العيان اللي عنده اسكيميك ستروك 3 ايام لحد لما يشوف الانفاركشن, هيوديه بحيث ان هو يحاول, لان انت عارف ان في خلال الست ساعات الاولانيين من حدوث الستروك يعني you can save the patient وممكن تمنع ال irreversible damage of the brain بانك انت تفتح الفيسل عن طريق الثرومبوليتك ماتيريال والكلام ده كله. ف if you know ان العيان عنده ischemic stroke and you have the facilities انك انت تدخل قسطرة وتحقن ثرومبوليتك agent وكده, ده هيخلي الاسكيميا تبقى reversible ومش هيحصل irreversible brain damage. فده عيان من اللي احنا كنا بنشوفهم ايام زمان, وبعدين عمل سي تي في اليوم الاولاني يعني you may notice ان الفرونتال هورن ده is compressed شوية وان الحتة دي مسودية شوية, وبعد اربع ايام عمل سي تي تاني and you see the full blown picture بتاعت بتاعت الانفاركشن. الانفاركشن وهو بيتكون او يعني اول يوم وانت شايف ان هو فشاش كده وبعد كده شفت the real infarction, ده اسمه infarction in evolution. ده عيان مر بكل المراحل بتاعة الانفاركشن لما كان لسه مش باين قوي وبعدين بان وبعدين بقى chronic وعمل widening of the ventricle. بعض انواع الانفاركشنز بتكون hemorrhagic, يعني تلاقي جوه الانفاركتد اريا جواها areas of hemorrhage, and there are two reasons for hemorrhagic infarction. نمرة واحد ان يكون الفين اتسد, venous occlusion او arterial embolism, هما دولت الحاجتين اللي ممكن يؤدوا الى hemorrhagic infarction. By occlusion of the vein, لو الفين اتقفل and the arterial blood is coming, الكابيلاري blood pressure بيعلى and the capillaries rupture هتؤدي الى نزيف جوه الانفاركشن. او لو حصل embolus وبعدين الحتة اللي distal to the embolus ماتت بقت infarcted وبعدين الجسم ابتدى يريكانالايز الثرومبوس, هتعمل فيها خرم صغير هيندفع منه البلاد, هيخبط في 2-3 كابيلاريز, هيعمل rupture of the capillaries, هيعمل hemorrhage. الحكاية دي الهدف منها انك لما تلاقي infarction وفيه hemorrhage تقول ان دوت غالبا سبب واحد من اتنين, يا اما ان هو يكون venous occlusion, يا اما ان هو يكون ايه arterial embolism. For arterial embolism you look for cardiac problems, venous occlusion you examine the veins in the brain, the sinuses وكده by MRI to exclude venous thrombosis. لو كان الانفاركشن اقل من سنتي بيسموه lacunar infarction, واللاكيونر انفاركشن may be single او ممكن يبقى multiple, ولو كان كتير قوي 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 بيبقى الديزيز ده اللي هو subcortical arteriosclerotic encephalopathy اللي هو بيبقى الوايت ماتر كلها مسودية في السيتي نتيجة الاسكيميا اللي فيها في العيانين اللي عندهم hypertension وعندهم diabetes. ولو الـ زي كده مثلا نسي this is the normal white matter, لكن هنا الوايت ماتر اسود بكتير قوي من الطبيعي وهنا برضو ده وايت ماتر اسود بكتير قوي من الطبيعي, لما بنبص في السي تي ونلاقي كده بنسمي دوت سب كورتيكال arteriosclerotic encephalopathy يعني ischemia secondary to arteriosclerosis في الوايت ماتر, وممكن ده يكون مصحوب ببعض اللاكينر انفاركشنز وممكن ما يكونش مصحوب باللاكينر انفاركشنز. لو حصل ان احنا عندنا lacunar infarctions وعاوزين نعرف مين فيهم الاكيوت ومين فيهم الـ مش الكرونيك يعني, يبقى الفلير في الام ار. الفلير في الام ار هيشوف الحاجات الاكيوت بيضه وهيشوف الحاجات الكرونيك سودا زي السي اس اف بالظبط. طبعا في كمان الديفيوجن
اللي هو بيوري restricted diffusion في الأكيوت وبيوري free diffusion في الايه في ال chronic infarction. الانفاركشنز ممكن تبقى مالتيبل والمالتيبلستي ممكن تبقى in the same phase, يعني اثنين أكيوت أو اثنين sub acute أو كده, وممكن تبقى in different phases, يعني واحد أكيوت زي دوت كده وواحد chronic زي التاني ده. الانفاركشن الاولد قوي اللي هو عامل فيكيو دايلاتيشن ووسع الفنتركل ممكن يطلع فيه كالسيوم ويبقى فيه ديستروفيك كالسيفيكيشن. فلو احنا بصينا على انفاركشن ولقينا جواه حاجات بيضه فاحنا وي اسيوم ان ده هيموريج, لكن لو كان الانفاركشن فيري كرونيك فيري اولد يبقى وي نو ذات انفاركشن مي كونتين ديستروفيك كالسيفيكيشن. الانفاركشن عشان الميه اللي جواه فبيبقى لونه اسود في T1 ولونه ابيض في T2. لو رحت في الفلير المفروض انك تلاقي الانفاركشن الحديث لونه ابيض, لكن لو كان قديم قوي هتلاقيه لونه اسود زي الايه زي السي اس اف. وات هابنز في بعض الاحيان انك تلاقي حتت من الانفاركشن لونها اسود وحتت لونها ابيض, معناها ان في حتت توتالي ليكوفايد وفي حتت ثانيه لسه مش توتالي ليكوفايد. And this is the appearance of acute infarction by MRI. Low signal in the T1, high signal in the T2, ventricular compression, وفي سنة خفيفة shift of the midline structures. وده the appearance of lacunar infarctions by MRI. في واحد هنا مثلا وفي شوية كتار قوي كده حوالين الventricles. وزي ما احنا اتفقنا اللاكيونر انفاركشنز عشان تعرف مين فيهم القديم ومين فيهم الجديد, اذا كان ده مهم من ناحيه الكلينيكال then you go to the MRI and you perform the flare image and then you can discriminate الحاجات من بعضها. في بعض الاحيان لما بتبص على اللاكيونر انفاركشنز دولت طبعا جماعه الكلينيشنز عارفين الحكايه, واحنا في الراديولوجي برضو الى حد ما بيبقى في ديفرنشيشن ما بين الام اس بليكس وما بين اللاكيونر انفاركشنز في العيانين اللي هم السن بتاعهم مش راضي يجي الناحيه دي, ولا يعني واحد مثلا عنده خمسة او واحده عندها 45 سنه او 50 سنه وده السن ده غالبا ناحيه الاسكيميا اكتر من الام اس والسيمتومز راكبه على بعضها وحاجات زي كده. وي هاف سام كرايتيريا تو ديسكريمينيت الاثنين من بعض. الام اس بليكس يوجوالي اوكير ان ذا يانج ايج, وطبعا السن المثالي يعني الحكايه دي اكتر من 10 سنين واقل من 50 سنه. الام اس بليكس بتبقى قريبه قوي من الفنتريكل لازقه في الفنتريكولار وول, التانيين بيبقوا الاسكيميا بتبقى بعيده شويه عن الفنتريكل. بعض الناس بتقول ان الام اس بليكس بتبقى عموديه على الفنتريكل لكن الاسكيميا بتبقى بارل تو ذا فنتريكل, بعض الناس بتقول كده. الام اس بليكس بتبقى هاي سيجنال في الفلير لكن الانفاركشنز مش كلها بتبقى هاي سيجنال في الفلير, في جزء منهم بيبقى اسود اللي هو الكرونيك. الام اس بليكس الاكتيف لو انت حنتها صبغه تاخد صبغه لكن الانفاركشنز لا ما تقدرش تاخد صبغه. اند طبعا دي مش المفروض تبقى اخر واحده, المفروض ان هي تكون اول واحده لان الام اس از كلينيكال دايجنوز ات از نوت راديولوجيكال دايجنوز اكتر منه ان هو از كلينيكال دايجنوز. بعد الام اس بليكس اللي هم جاينت سوايا الهيموريدج في الانفاركشن لو انت في السي تي مش هتعرف تشوف الهيموريدج الا في الاكيوت فيز, لكن لو انت في الام ار هتقدر تشوف الهيموريدج طول ما انت ماشي اللي هو السب اكيوت بلاد هيبان ابيض في الاثنين وهكذا. فمثلا ده انفاركشن يعتبر اولد شويه and you can see high signal linear structures كده representing blood, ودي دي القاعده اللي انا ماشي عليها, اي بياضات في التي 1 ويتد ايمج should be considered as blood until proved otherwise. And this is the CT scan of an infarction اللي هو موجود في الحته ديت كده. And this is the MRI. And the T1 weighted image you see high signal, then you know this is hemorrhage inside the infarction. And in the T2 weighted image you see black signal, then you know that this high signal وبقت black هنا and this is early subacute blood, صح؟ اللي هو intracellular methemoglobin. نعم.
هني سيهن هوت. طبعا احنا اتفقنا ان لما تلاقي هيموراجيك انفاركشن فانت بتعرف سببه حاجة من اتنين، يا اما فينس ثرومبوزس يا اما ارتيريال امبوليزم، وكل الناس عارفين بما فيهم طبعا الكلينيشنز عارفين اكتر مننا ان الهيموراج في الفينس انفاركشن از مور لارجر ذان الهيموراج في الامبوليك انفاركشن. والسبب في كده طبعا ان كمية الضغط على الكابيلاريز في الفينس اوكلوجن اعلى بكتير قوي من كمية الضغط على الكابيلاريز في الامبوليك انفاركشن. ده الفرق ما بين الثرومبوز ذا سوبيريور ساجيتال ساينس والسب اكيوت سب ديورال هيماتوما. سب اكيوت سب ديورال هيماتوما از نوت ان ذا ميد لاين، يا اما شمال يا اما يمين. السبيريور ساجيتال ساينس ثرومبوزس از اولموست اكزاكتلي ان ذا ميد لاين. ذن يو كان ديسكريمينيت باي ذا اكزيال ايمجز. ذا هيماتوما از كليرلي سين اون ذا ليفت سايد اند ذا سبيريور ساجيتال ساينس از سين از مقطوع كده بالعرض، نقط 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 كلها مليانه بالبلاد. الدلتا ساين اللي احنا قلنا عليها قبل كده انك انت تحقن صبغه فتلاقي السوبير ساجيتال ساينس لو حقنت صبغه المفروض كله يتصبغ، لكن كون ان في نقطه سودا كده من جوه ده معناها ان هو ثرومبوز. لكن ممكن من غير ما تحقن صبغه ولا حاجه تعمل ام ار فتلاقي جوه السوبير ساجيتال ساينس نقط بيضة كده، وتعمل ساجيتال فتلاقي السوبير ساجيتال ساينس في بلاد. لو انت بصيت على الحاله ديت هتلاقي ان انت عندك هنا ليجن اسود كده في التي 1 وبعدين ابيض وفي حته منه فضلت سودا. خلاص لو احنا قلنا ده ليجن وليه كورتيكال ديستريبيوشن واسود في التي 1 وابيض في التي 2 يبقى انفاركشن. لو احنا جينا للاسود دوت في التي 1 نشوفه كان ايه في التي 2 هنلاقيه انترميديت. الانترميديت في التي 1 واسود قوي في التي 2 هو الاكيوت هيموراج، يبقى ده ايه هيموراجيك انفاركشن. تخيل بقى الصعوبة ديت قصاد انك انت تبص في السي تي فتلاقي بقعة سودا وفيها نقطتين بيض. And this easy. تشخيص الهيموريج بالذات الاكيوت في السي تي والهايبر اكيوت والكلام ده كله في السي تي سهل جدا عن الايه؟ عن الشغل بتاعه في الام ار اي. ده اللي هو الهيموراجيك انفاركشن اللي احنا شفناه. وباقي لو انت حقنت الانفاركشن صبغة متوقع ايه؟ هنا هو ادي انفاركشن تي 1 ويتد ايمج، انفاركشن تي 2 ويتد ايمج، وطبعا شايف انت دي اللي هي ايه؟ هيموريج انسايد الانفاركشن. لما ترجع لها هنا اهوت في التي 1 هتلاقيها رصاصي، في التي 2 بقت بلاك، يبقى ذيس از هيموراجيك انفاركشن. حقنته صبغه هيعمل المنظر المريع ده اللي احنا كنا زمان بنسميه لكشري برفيوجن، ودلوقتي بنسميه جايرال انهانسمنت نتيجة disturbance of the blood brain barrier. فبتلاقي البلد الصبغة دخلت على البرين فتعمل المنظر ده. And you know this is not a tumor بسبب حاجة واحدة بس اللي هي ايه؟ ايه؟ مفيش اديمة او مفيش mass effect هنا. مفيش mass effect and the tumor is a specifying lesion compressing the ventricle and you see a very big lesion زي دوت كده والventricle اللي جنبه واقف ساكت، يعني مش متحرك ولا compressed ولا حاجة. and don't forget the clinical picture. ال MR angiography ممكن يوري لك الفيسل اللي مسدود او اللي هو partially occluded زي ده infarction in the middle cerebral artery territory and the MR angiography the middle cerebral artery is attenuated والبراشات بتاعته مش واضحة زي الناحية التانية اللي هي نور. then بص لك بقى على شوية حاجات كده وجاوب عليهم. قول سب ديور ايه بديور اكيوت ولا كرونيك؟ دي مفيش ايه بديور الهيماتوما كرونيك. خلاص ذس از اكيوت ايه بديور الهيماتوما. واحنا حتى من كتر ما هي مفيش حاجه تانية فما بنقولش اكيوت، بنقول ايه بديور الهيماتوما ويفهم ضمنا ان هي ايه ان هي اكيوت، يبقى ذس از ايه بديور الهيماتوما. طيب ودوت ممتاز سب اكيوت سب ديورال هيماتوما علشان في ماس افكت ان يو دونت سي ذا ليجن، صح كده؟ طيب ذس از سب اكيوت سب ديورال هيماتوما. اوكي سب اكيوت سب ديورال هيماتوما سيدمنتيشن ليفل انهي ناحيه؟
MashaAllah. Both sides. Yes. And this is larger on the left and the smaller on the right. Bilateral, subacute, subdural hematoma. طيب. Hemorrhagic infarction بس. Infarction وفيه hemorrhage. نقول كل اللي بيتقال جنب مني. حد عنده أي اقتراح تاني؟ يا راجل. مين اللي قال بورن كفل؟ طيب. Infarction وفيه hemorrhage. خلاص؟ يبقى ده hemorrhagic infarction. طيب. ها. subacute subdural hematoma شمال ولا يمين؟ يمين. وده السي تي بتاعه وده الام ار بتاعه. طيب اوكي. انه واحد فيهم subacute infarction موافقين؟ ها acute ولا subacute؟ ده usually بيحصل في البراكتس. بعض الناس تقول ده اكيوت عشان الفنتركل ده is attenuated compared to ده, وبعض الناس تقول ده sub acute لان الجلوبال مفيش ولا compression ولا ميد لاين شيفت. يعني you are right, ده صح sub acute infarction او بيقولوا على ده fairly acute يعني حصل وعد عليه شويه ولسه في نفس وحاجات زي كده. طيب subarachnoid hemorrhage اخر كلام ايميديول. الليجن شمال ولا يمين ولا في النص؟ شمال. طيب الليجن شمال ده صح كده؟ ايه دوت hemorrhage لازق في عظم الجمجمه يبقى اكسترا اكزي. الانر بوردر بتاعته كونفكس يبقى ايبيديول يبقى ده هو ايبيديول هيماتوما. طيب chronic subdural hematoma on the left side. هاي. ايوه. بص هو قال لك المفيد دلوقتي. عاوزين حد بقى يكون نبيه جدا يجاوب على السؤال اللي هو قاله ده. قال ليه ده مش اسكيميا؟ طيب. ها. عاوزين ايه اجابة اللي هي شافية كافية زي ما بيقول محدش يحط فيه منطق بعد كده. ها. كويس. طيب هو انا عارف انت تقصدي ايه بس هو احنا مش ممكن نبص على السي تي ونقول ده انتراكزل ده اكستراكزل في معظم الاحيان لان احنا ما عندناش الكريتيريا دي. لكن اللي انت قلتيه ان الجراي وايت ماتر انترفيس از بريزيرفد ده معناها ان الليجن بره البرين, معناها ان الليجن بره البرين لكن الانفاركشن جوه البرين فلازم هيمسح لازم هيمسح الايه الجراي وايت ماتر. كمان بقى الهيماتوما ديت مهما كبرت لا يمكن تلمس الفنتركل. ليه؟ كل ما تكبر كل لما الفنتركل يمشي بعيد عنها, كل ما تكبر كل ما الفنتركل, لكن الانفاركشن دايما لابس الفنتركل, دايما لامس الفنتركل. ليه؟ لان الفاركشن بهذا الحجم ايه اللي جابه على 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 السيرفيس اوف ذا برين ومش راضي ينفولف بقيه الثيكنس اوف ذا برين تيشو. يبقى الهيماتوما ما تقدرش تلمس الوول اوف ذا فنتركل لكن الانفاركشن عادي يلمس الوول اوف ذا فنتركل. If you see the gray white matter interface is preserved بتعرف ان this lesion is outside the brain barrier. كويس. نعم. ايوه. لا لو كانت كرونيك لكن افرض كانت اكيوت وهي دي المحور اللي بتاعنا. طيب ايه رايك في ده؟ شمال ولا يمين؟ يمين. طيب سب اكيوت سب ديورال هيماتوما اون ذا رايت سايد اللي هي ديت كده. طيب اوكي. ها صح ايبيديورال هيماتوما على الناحيه الشمال وساب جاليا الهيماتوما على نفس الناحيه وفراكشر هنا وات صغير كده. طيب ساب اكيوت انفاركشن بص الانفاركشن وصل لحد فين and you don't see the gray white matter interface and this is sub acute infarction. intraventricular hemorrhage ايه سببه؟ ها
صح. ما هو ايه سبب الانترافنتريكولار ايمج دي؟ يا اما انترا سيريبرال هيماتوما ودخلت جواه، يا اما سب اركنويد ايمج. يعني سي هنا هو انترا سيريبرال هيماتوما، لا صح كده، يبقى السبب الثاني اللي هو الايه، اللي هو السب اركنويد ايمج. امال راح فين السب اركنويد ايمج؟ ان السب اركنويد ايمج از ايزيلي ابزوربد، او الاتينيويشن فاليو بتختلف في الكورتيكال سلساي، فممكن يختفي، ممكن ما تشوفوش في السي تي، لكن ستيل يو سي ذا انترافنتريكولار ايمج. في سبب ثالث which is extremely rare، ان يكون ال wall of the ventricle في small AVM وهي راحت مفرقعه جوه ال ventricle and you don't see hemorrhage outside the ventricle. بس ده ما بحبش انا اقوله دايما، عشان هو السبب اللي بيلزق في دماغ الناس اللي انا بكلمهم، بحيث ان هو لو هو رايح في الامتحانات يقول له ايه سبب بتاع الانترافنتريكولار له رابشر اوف سمول مش عارف ايه. يا عمي دي حاجه اكستريملي رير، وانا لاحظت دايما اول ما اقول للناس اوعى تفتكر الكلام اللي انا بقوله، يبقى هو يفتكر الكلام ده وينسى الباقي المهم. فعشان كده بطلت اقول الحكايه دي، اند ذس از انترافنتريكولار هيمج. ودوت نعم يبقى سب اركنويد، very common. And this is sub اركنويد hemorrhage ومعاه intra ventricular hemorrhage. اوكي. وده intra cerebral hematoma على انهي ناحيه؟ على الليفت، ومعاها intra ventricular hemorrhage اللي هو في الاوكسيبيتال هورنز بتاعه الفنتركل. الاول الليجن شمال ولا يمين؟ شمال. كويس. والليجن ده هيماتوما ولا انفاركشن؟ ممتاز. ويقول لك تعالى معانا في الامتحانات عشان ايه؟ انا اقول وانت ترد عليا، صح؟ طيب انهي هيماتوما ديت فيهم بقى؟ نشوف بقى الحته البرانيه من الهيمرج دي سبا كيوت، ابيض هنا وابيض هنا، صح؟ الحته اللي في نصها ابيض هنا، اسود هنا واسود هنا، اكيوت. والحته اللي من بره هيموسيدرين، والحته اللي في الاخر برين اديما. يبقى دي هيماتوما، لا مفيش حاجه اسمها ريزولفنج، خلاص بلاش الترم دوت عشان مش مظبوط قوي. ات از نوت ريزولفنج. شايف هنا كان زمان في السي تي الهيماتوما بيضه وابتدت تسود من الحروف، فيقولوا عليها ايجينج انتروسيبرال هيماتوما، ده الترم صح. لكن ريزولفنج لا، لان هي الحروف بتاعتها ستيل هيمرج، بس هو اسود علشان ادم. كان في ترم تاني غلط برضو اسمه كلوت ريتراكشن، ودوت برضو ما بيتقالش دلوقتي، خلاص. يبقى الهيماتوما ديت فيها كل الاشكال والالوان، فيها اكيوت بلاد وفيها سب اكيوت بلاد وفيها كرونيك بلاد. انا عاوز اقول انهي هيماتوما ديت فيهم، او اغلب الكومبوننت الكبير. مين الكومبوننت الكبير اللي هنا؟ الاكيوت، صح كده. يبقى يقول لك ديت از ان اكيوت هيماتوما باسنج تو ذا سب اكيوت فيز، هم بيقولوا عليها كده. بس انت تقول اكيوت او فيرلي اكيوت، قول اللي في نفسك. طيب اكيوت انفاركشن على الناحيه الشمال اليمين، سوري. سب اكيوت هيماتوما ليت سب اكيوت هيماتوما اكسترا سيلولار ميتاموجلوبين اللي هو ابيض في الاثنين، فيها هيموسيدرين، فيها ريم، بتبان الهيموسيدرين في التيتو احسن اهوت، وفي طبعا شويه اديمه حواليها خفيفه. طيب اند ذس از سب اكيوت انترو سيربرال هيماتوما. طيب ده تي 1 وده تي 2، يبقى سب اكيوت هيماتوما ولا كرونيك ولا اكيوت؟ طيب الاول الكومبوننت الابيض الكبير ده هو السب اكيوت بلاد اكسترا سيلولار ميتاموجلوبين، والاسود اللي هنا ده وهو اسود هنا برضو دوت مين فيهم؟ هيموسيدم، صح؟ كرونيك، لان الاكيوت بلاد ما بيكونش اسود قوي في التي 1، بيكون اسود خفيف. يبقى ده في تو كومبوننتس، وطبعا البياضه ديت اديما لانها مسوديه هنا اهو، صح كده؟ طيب يبقى ده سب اكيوت اند كرونيك انتر سيربرال هيماتوما، الميجر بارت ميتاموجلوبين والسمول بارت هيمو سيدرين.
طب ماشي، اكيوت انفاركشن شمال ولا يمين؟ ما هو ما فيش انفاركشن بيجي من الشمال لليمين، صح ولا ايه؟ طيب كويس، فين الفنتريكولار سيستم؟ يعني ده الفنتريكل وده الانفاركشن، بس ده كروسنج الميد لاين، يعني 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 ده الفاركس اهي، مش هي دي الفاركس هنا في الحته ديت كده، وده ماشي كده بالعرض واخد التو سيريبرال هيمسفيرز. طيب في ليجن تاني اللي هو ده، صح كده، اللي هو تو كومبوننتس، ده سب اكيوت سب ديورال هيماتوما، صح. الحته اللي فوق اللي هي المفروض في السي تي كانت هتبقى سودا، صح، بقت بيضة في الام ار في التي 1 وفي التي 2 لان ده سب اكيوت بلاد، صح كده. والحته اللي كانت بيضة اللي هو الاكيوت بلاد هيبقى اسود خفيف هنا واسود قوي هنا، صح كده، ده سب اكيوت سب ديورال هيماتوم. اما اللي انت شايفينه دوت ده الفنتريكل which is مونو فنتريكل اللي هو في الهولو بروزوم كيفل، ما هوش طيب ابيض في التي 1 يبقى بلاد، لازم نبقى بس نحسم القضية بعدين. ها ايوه طيب، انا this is not the anatomic site of the sinus and you see هنا this is the sinus which is patent. لكن ايوه سب اكيوت سب ديورال هيماتوما فين؟ في التنتوريوم، blood in the tentorium, blood in the falx is in the subdural space, blood in the tentorium, blood in the falx is in the subdural space, there is no epidural space في الحتة دي لان مفيش عضل، خلاص. طيب يبقى ديت سب اكيوت سب ديورال هيماتوما in the falx and the tentorium. الفينوف جالين is the midline structure in the مش حتى مش باين هنا الاناتوميكال سايت بتاعه، المفروض هنا في مكان السهم، لكن ده in the tentorium and port in the falx. اوكي then bilateral subacute epidural ولا subdural؟ كويس، يعني ينفع يكون في epidural على ناحية و subdural على ناحية؟ طيب ايه رأيك clinicians؟ ها bilateral subdural الجماعة النيورولوجي ينفع يكون في ابيديورال على ناحية وسبديورال على ناحية؟ ينفع طبعا، ينفع، ما فيش حاجة، أي حاجة، بص يا جماعة أي حاجة في الدنيا تنفع، خلاص؟ أي حاجة في الدنيا تنفع، لكن اللي ما ينفعش إن يكون في ابيديورال هيماتوما قد كده وتكون سب أكيوت. مش احنا قلنا كده لازم السب الابيديورال هيماتوما لازم تبقى عند اكيوت فيز، بالذات لو كانت كبيره لان بروديوس السيمتومز والعيان بيصوت لازم يعمل حاجه ويفضيها، لكن كون ان هي وصلت تو سب اكيوت فيز اللي هو ابيض في التي 1 ابيض في التي 2 يبقى لازم تكون سب ديورال مهما كان البوردر بتاعها، خلاص. خلي بالك من النقطه دي مهمه جدا. وفي نقطه ثانيه، الابيديورال هيماتوما كان نوت، انا بس بطلت اقول نيفر علشان كل ما اقول نيفر اروح شايفها على طول بعدها في الكلينيكال. ف الابيديورال هيماتوما كان نوت كفر ذا سيرفيس اوف ذا برين، ليه؟ لانها عندها صعوبه جامده جدا انها تطلع لفوق وتنزل لتحت، عندها صعوبه جامده ازاي تستريب الديورا من العظم. فوانس انك انت لقيت هيماتوما all over the surface of the brain بغض النظر عن البوردر بتاعها it should be in the subdural space. يبقى هنا هو bilateral subdural subacute hematoma، ودوت سهلة دي subdural hematoma high signal in the T1 high signal in the T2 and this is subacute subdural hematoma، ودوت سب اكيوت سب ديورال هيماتوما، وده الام ار بتاعه شفناه قبل كده رايت سايد سب اكيوت سب ديورال هيماتوما، ودوت ايوه يس اند ذيس ديورال ساينس رومبوزس، ادي الستريت
الترانسفيرس ساينس على على الناحيه اليمين في بلاد، وهنا هو برضو في التيتو ويتد ايمج لونه ابيض يعني في بلاد، وبعدين السوبيريو ساجيتال ساينس في بلاد، يبقى دوت ايه ديورال ساينس ثرومبوزس السوبيريو ساجيتال ساينس اند ذا ترانسفيرس ساينس. دي بقى اللي هيعرفها هيبقى قوي جدا. هايبر اكيوت، لا احنا قلنا هايبر اكيوت ده بتاع الدم يبقى ميه صح، اللي هو اسود في تي 1 ابيض في تي 2 مظبوط صح. لا لا خلينا الاول كده، خلينا الاول كده. طيب هي سب اكيوت ليه؟ خلينا في القاعده الاساسيه ان اي حاجه بيضاء في تي 1 should be considered as blood. يبقى ده اللي احنا شايفينه ده هو اللي هو الايه السب اكيوت بلاد، لونه ابيض في تي 1 ولونه ابيض في تي 2 وحواليه ريم هيموسيدري كويس. نيجي بقى للنص بتاع الهيماتوما ده، النص بتاع الهيماتوما دوت اكيوت، المفروض ان هو اكيوت صح. الاكيوت لونه ايه في تي 1 جراي ولونه ايه في تي 2 اسود. طيب كويس شاطر. يبقى احنا دلوقتي ما ينفعش يكون النص هايبر اكيوت. ليه؟ لان لو كان النص هايبر اكيوت لازم البريفري اللي حواليه تكون اكيوت. نعم صح كده. يبقى اذا بما ان البريفري كلها سب اكيوت يبقى اللي في النص اكيوت اللي هو الستيج اللي قبليه. نيجي بقى ليه الاكيوت بلاد بان هنا وما بانش هنا اسود؟ علشان زي ما قال زميلكم كده the high signal of the subacute blood طمست the low signal of the acute blood in the T2 weighted image. طب ليه ما طمستهاش في T1 weighted image؟ ها ايه ده ايه ليه؟ يعني بص انا عندي تشبيه كده يعني. لا بص قول تاني. ما لهاش دعوه هي بالسي اس اف. بص يا جماعه الاكيوت بلاد لونه رصاصي في تي 1 ولونه اسود في تي 2 كويس. فانا بشبه دوت بان احنا عندنا اوضتين، اوضه فيها لمبه صغيره قوي واوضه ما فيهاش حاجه خالص سودا ضلمه كويس. الاوضه اللي فيها لمبه صغيره قوي اللي هو كان البلاد في تي 1 لانه فاتح شويه يعني منور شويه، والبلاد في تي 2 اسود خالص. جيت انت جبت كشاف كده كبير وحطيت واحد هنا في الاوضه دي اللي هو بقى السب اكيوت بلاد، وحطيت كشاف تاني في الاوضه التانيه خلاص، ايه اللي هيحصل في الاوضه الاولانيه؟ هتنور جامد لكن still you can see اللمبة الصغيرة اللي موجودة جوه الأوضة صح كده؟ أما الأوضة التانية بتشوف الضلمة بقت كلها نور ماشي؟ حد فاهمني؟ طيب هي دي ايه ده الشرح. يبقى إذا you expect إنك أنت في T2 weighted image لما يكون في subacute blood هيغطي النور بتاعه على السيجنال اللي مش طالعه من الايه من الاكيوت بلاد، لكن مش هيقدر يغطي على السيجنال اللي طالعه منه في التي 1 ويتد ايمج خلاص. طيب يبقى دي subacute هيماتوما وفيها سمول كومبوننت. هيموراجيك انفاركشن شمال ولا يمين؟ يمين. طيب بص ده هيموراجيك انفاركشن اللي احنا قلنا عليه اللي هو اسود في تي 1 ابيض في تي 2 وبعدين في حته سودا هنا وكانت رصاصي هنا. ان يو سي ذس اريا اللي هي الانفاركشن الثاني اللي على الناحيه الشمال شايفه؟ اند ذس انفاركشن از اسوشيتد ويز دايلاتيشن اوف ذا ريليتد اوكسيبيتال هول اند ذس از اولد انفاركشن وده هو اكيوت هيموراجيك انفاركشن. فين؟ هنا؟ ده الفرونتال ساينس في ساينوسايتس. اوكي.
لان اي حد عنده اي اسئله في هذا الموضوع المنبعج. الكلينيشنز بس احنا بنهتم قوي بالاسئله بتاعتهم عشان بنتعلم منها. انتوا كلكم كلينيشن؟ والله